مشاهدي الوطنية الأولى، أهلا وسهلا بكم إلى قاعة المهدية لإقامة كرم المهدية نادي ساقية الزيت، الجولة الثالثة من قسم النخبة. مباراة واعدة، مباراة فيها مستوى عالي إن شاء الله، خاصة في الظروف الحالية متاع الفريقين. مباراة رافقني في التحليل الفني خميس بوشهد الإطار الفني التونسي. نزيدوا بعد شوية نعرفوكم على خميس بوشهد بعد تجربة طويلة خاصة في الخليج العربي. خميس مرحبا. مرحبا بك سي ذاكر، ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. خلنا نعطيه الأولوية للتصريحات ما قبل المباراة. أوكي. حافظ بن عامر زميلي مرحبا بك، وكيل تصريحات ما قبل المباراة، تفضل حافظ. فعلا ذكر، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين على الوطنية الأولى. مباشرة مع التصريحات قبل بداية المباراة، معايا سي حمدي المساكني رئيس فرع كرة اليد بمكارم المهدية، وبطبيعة الحديث عن تغيير الإطار الفني بالنسبة لمكارم المهدية، وسامي مبروك ماهر كريم هما اللي يقودوا الفريق يعني تقريبا 3 مرات في الموسم هذا. المكارم يبدل يغير والله يا سامي مبروك والكوتش معناها زوز ولاد الجمعية، هذاك علاش احنا قمنا باختيارهم الزوز اللي يعرفوا الولاد ويعرفوا الجمعية. بالنسبة للتغييرات اللي عملناها قام فيها المديرة معناها بالفسخ العقد مع سي محمد دلال بعد الهزيمة اللي صارت مع طولبة، عقد بالتراضي، فسخ عقد بالتراضي، معناها هو يقعد ولد الجمعية ولد المهدية. حبينا نجيبه ونشوفه معناها سوليسيون أخرى، دونك التجأنا إلى سي سامي المبروك وسي ماهر كريم اللي هما زوز مدربين معناها ولاد المهدية ويعرفوا الجمعية، يعرفوا الولاد، كان في وقت سابق كانوا على رأس الجمعية، دونك اليوم التجأنا لهم باش يكونوا هما موجودين وربي يوفقهم. تشوفوش يعني برشا 3 تغييرات في موسم واحد، رغم اللي صحيح اعتمدتوا على ابناء الجمعية حاتم بوسفارة محمد دلال وتوا سامي مبروك، ولكن برشا يعني 3 تغييرات في الموسم هذا؟ والله هي الظروف تحكم، صحيح برشا تغييرات، لكن كي يبدا ليفكتيف معناها ويبدا الولاد الكل قابلين معناها المدربين اللي هما يعرفوهم، همش مدربين جدد على الجمعية ولاد الجمعية، ما فماش مشكل. احنا غايتنا الوحيدة اللي الجو يكون باهي والولاد الكل يبداو متأقلمين مع المدربين، وربي يوفقهم مرة أخرى. شكرا، بون شانس على كل. سي حمدي بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بمكارم المهدية. باش نمشيو الآن لساقية الزيت. طبعا إشارة فقط يا حافظ، زوز مدربين معناها ما فماش مدرب أول ومدرب مساعد بالنسبة لمكارم المهدية. سامي مبروك وماهر كريم، زوز مدربين معناها نفس أكيد. كملوا التصريحات، يلا حافظ. كملوا مع التصريحات من مكارم المهدية، نتعداو لساقية الزيت. وفريق ساقية الزيت أصبح فريق عنده خبرة كبيرة على مستوى المشاركات العربية، وطبعا مرة أخرى سي صابر بالغيث رئيس الجمعية معنا على المباشر. مرحبا بك سي صابر. مرحبا بإذاعة الوطنية ومرحبا بكم. شكرا على كل. عندكم مشاركة جديدة، تقريبا 6 مشاركة الآن في البطولة العربية، هذه المرة في مدينة طهران من 1 ل 11 مارس. صحيح، ساقية الزيت معروفة بالمشاركات البطولة العربية، دونك تعرفوا انتم احنا المشاركه هي سببها خاصه للملاعبيه باش يزيدوا ياخذوا برشا خبره وباش يكتسبوا برشا خبره. الحمد لله ديما متواجدين في البطولات العربيه، وان شاء الله القادم خير للجمعيه. يعني ربما من خلال المشاركه هذه اكيد تحبوا تبنيوا فريق يعني يكون عنده كاركتير اكثر باش يهز القاب في تونس. صحيح، هو راهو ما شوف، اذا ما تكونش كل جمعيه عندها اوبجيكتيف في كل موسم رياضي ما تنجمش توصل. دونك الحمد لله البطوله العربيه هذه تعطي برشا خبره للاولاد وتعطيهم برشا عزيمه، وتعرف الاولاد معدل الاعمار نتاع 19 سنه، دونك الحمد لله نشاركوا فيها ونكسبوا برشا خبره. شكرا لك اذا سي صابر بلغيث رئيس نادي ساقية الزيت. اكيد ذكر تو باش نمشيو للامور الفنيه نتاع المباراه، وبدايه باش نبداو بعبد السلام اللويزي المعدل البدني في ساقية الزيت. اليوم لقاء مهم جدا بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث. والله بيان سور لقاء مهم جدا، مكارم المهدية جمعية كبيرة، ساقية الزيت كيف جمعية كبيرة. اليوم نتصور باش يكون اون جو كبير في الماتش، احنا محضرين كما يلزم ان شاء الله كالعادة نلعبوا كان باش نربحوا. عاملين باركور باهي من اللي بدات السيزون الحمد لله، معناها بريسك 7 فيكتوار على 8 ماتش، دونك اليوم نكونفيرميو ان شاء الله لا دوزيام بلاس، وبقدرة ربي مازالوا 2 جورني اخرين، علاش لا ان شاء الله كيف لا بروميير بلاس.
هكا و ان شاء الله نشوفوا ماتش قوي اليوم مهديه وسكت زيد كما قلت لك اي ديما فما اونجو كبير في لي ماتش هذوما. ان شاء الله الاولاد اليوم يكونوا في فورما كبيره وان شاء الله نفرحوا جمهور الساقي سيرتو. شكرا لك ذاكر في انتظار التحاق ماهر كريم نعطيك الخط ثم نرجع. شكرا لك انت قلت مقابله كبيره نشوفوها وتم تصنيف المباراه هذه خميس بوشهده كمباراه الاسبوع مباراه الجوله. علاش صنفت مباراه الجوله المقابله هذه؟ اكيد المقابله هذه كل عشاق كره اليد يستناو فيها وصنفها من يعني مقابله الاسبوع نظرا للتقارب المستوى الفريقين والتشابه الكبير في الفريقين. خاطر بصراحه قاعدين نشوفوا في فريق مكارم مهدي يجدد في فريقه بنسبه 100%. مكارم مهدي هاو بيزيد يحكي عليها ماهر كريم في المباشر مع حافظ بن عامر. يلا حافظ. شكرا لك. بالفعل ماهر كريم معايا المدرب في المباشر المدرب مكارم مهدي. يعني اطار فني جديد، بدايه كانت بانتصار امام مسكن ولكن يظهر اليوم مباراه قويه مع ساقية الزيت صاحب المركز الثاني. والله صحيح يظهر اليوم لونجو هو الصعيب الحقيقه. خاطر اليوم يظهر لي الماتش هذا ينجم يهن ديريكت البلاي اوف. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما ورينا وجه باهي مشرف في الماتش اللي فات مع مساك. ان شاء الله اليوم نوري وجه باهي ونكونفيرمي الصحوه هذه نتاع الجمعيه نتاعنا. وعلاش لا اليوم نجموا ننهيوا كما نقولوا مرحله معناتها البريمير فاز باش ان شاء الله نبداو نحضروا في الدوزيام فاز البلاي اوف في كامل الاريحيه. المكارم بصدد يضري تكوين فريق يعني كبير ويضري انتم جيتوا في فتره حساسه توا. صحيح اليوم يضري المكارم نقول انا ديما من العشرينيه الاخر يضري احسن افكتيف تعمل في المكارم مخلط بين لي جون وبين ليكسبريمونتي. يضري في كل بوست عندنا دو فوار تروا 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 بوست ميم بوست. دونك شويه خدمه وشويه صبر ان شاء الله الجمعيه هذه نمشيو بها ان شاء الله لبعيد. شكرا اذا شكرا لك ماهر. طبعا هذه كل استجوابات ذكر سنعود بالتاكيد يعني بعد الشوط الاول باش نعطيكم كذلك فكره عن هذه المباراه. تفضل. شكرا لك حافظ. هات نعطي تركيبه الفريقين بعد شويه نرجع لخميس بوشهده في تحليل ما قبل المباراه. نبداو بنادي ساقية الزيت. سالم البريني في حراس المرمى، محمد عمار، محمد علي بن منصور، طلال شقره، حسام العيادي، محمد مديمغ، يوسف مزاري، فاخر الواد، طه سماوي، امين دربال، حمزه زواوي، محمد علي البحري، صالح نصيري، محمد امي بن غانم، صالح الالعاب، عزمي حموده، وغسان شبشوب، والمدرب منير حسن. تركيبه المكارم فارس الشعري، وسالم رمادي، ثنائي حراس مرمى، محمد مليح، جسر بن حسين، اسامه مسعود، ناصر بحريه، وليد بن سالم، حسين فرج، محمد ريان التركي، محمد الجيلاني الخضري، ياسين بن سالم، حسين جيم، محمد بنور، فارس الغوله، علي صوله، ونادر حمزه. الثنائي تدريب ماهر كريم وسامي مبروك. قدامكم تشكيله سباعي نادي ساقية الزيت تبدا المباراه. تحكيم بلال بونا، وائل الزاير، ثنائي مراقبين فيصل معليل وهشام بزيوش. هذا بالنسبه لورقه المباراه. ما قبل اللقاء مع كما قلت خميس بوشهده اطار فني تونسي درجه ثالثه، مدرب درجه ثالثه. خميس تجربه كبيره في الجزيره الاماراتي، تجربه حتى مع بعض القنوات التلفزيونيه الخليجيه. معناها اكيد ان شاء الله الاضافه تكون حاصله في مباراه اليوم خميس ان شاء الله. وهذا ما نتمنوه العشاق كره اليد، مقابله ان شاء الله توفي بوعودها، مقابله كبيره، مقابله مشوقه. الفريقين متقاربين في المستوى، عندهم تشابه كبير انهم الزوز يجددوا في الفرق نتاعهم نظرا معناها لصغر سن اللاعبين. فريق ساقية الزيت برشا لاعبين خرجوا عليه، اذا منتظر انه مقابله مش تكون حماسيه ومشوقه لاخر لحظاتها. اكيد ساقية الزيت يمكن فريق اللي ركز اكثر مقارنه بمكارم مهدية. دون دي سي النتائج نتاعها مره تربح مره تخسر، تنتظر في الاستقرار، والمسؤولين والاحباء نتاع الفريق ينتظروا في الاستقرار. هذا علاش بالنسبه لمكارم مهدية اليوم مقابله تنجم تكون مصيريه بالنسبه ليه. خاطر بصراحه تستنى فيه معناها تنقلات صعبه الاسبوع الجاي مع الترجي. ان شاء الله احنا بالنسبه لنا ان شاء الله نشوفوا مقابله قويه وحماسيه وتمتعنا وتمتع عشاق كره اليد. هذا هو انطلاق المباراة في قاعة المهدية، الامتلاك الأول لمكارم المهدية في الهجوم في أول عملية. الكرة اللي فاتت هو نعطيكم سباعي مكارم المهدية اللي يبدأ المباراة اليوم، خيار من ثنائي التدريب ماهر كريم وسامي مبروك. الكرة لمنسق اللعب ناصر بحرية، عنده الكرة باش يحاول يلقى الحلول فريق مكارم المهدية من خلال التوغلات، من خلال التسلسل نتاع الكرة. 9 امتار لفيت نادي مكارم المهدية. خروج من الجناح كان من حسين نجيم، لعب الجناح الايمن بجنبه محمد الجيلاني الخضري، واحد من لاعبي الخبره في مكارم المهديه. بالنسبه للتقاطعات قاعده تصير بين الظهير والمنسق اللعب، هذه اول عمليه لفيت مكارم المهديه. تدخل الدفاع، خروج دفاع، طه السماوي
يطلع عالي على نصر بحرية يحاول أنه يقص الكرة. نصر بحرية الظهير الأيسر في تشكيل مكرم مهدية أمامكم، في حين الجناح في فريق مكرم المهدية في مباراة اليوم على الجناح الأيسر وتبعوه بعد شوية محمد المليح، هذا الجناح الأيسر في مكرم المهدية. دور الكرة تقاطعات وحاولت إيجاد حلول في واحد ضد واحد، والدفاع فريق نادي ساقية الزيت واقف قاعد كل مرة يطلع على حامل الكرة بورتوز لابال، قاعد يقلق في حامل الكرة تقريبا يلعب في حدود السبع أمتار فريق نادي ساقية الزيت، باش يقلق الأظهر نتاع نادي مكرم المهدية. أول تسديدة ترجع من الدفاع وتمشي الركنية الأولى في المباراة لفايت مكرم المهدية، باش يمشي باش يلعب الكرة محمد مليح، جناح مميز جدا جناح الايسر في فريق مكرم المهديه. في عمليه اولى طالت نسبيا، وكيل ثنائي التحكيم رفعوا ايديهم للتنبيه من اللعب السلبي، وتسع امتار دفاع جيد واقصاء لمده دقيقتين في لمحمد عمار لاعب نادي ساقيه الزيت، اقصاء لمده دقيقتين. الان التفوق العددي لمكرم المهديه في محاولة الآن بعد ما تم معاش فما لعب سلبي أو تنبيه من لعب سلبي، بالتالي مكرم المهدية خميس باش يحاول يلقى الحلول من خلال يمكن الأرقة اللي باش تكبر نسبيا. تو الآن بعد الصعوبات اللي لقاها فريق مكرم المهدية على الدفاع 0-6 نشوفوا طاول الفريق في تفوق عددي، نشوفوه يلزموا بصراحة يسرع في الكورة خاطر فما بطء في تحركات الكورة واللاعبين. إن شاء الله نشوفوا معناها الفريق المكان. شوف العملية، الكرة ممتازة من الجناح ومحمد مليح فينيسور يحط الكرة في المرمى ويسجل أول هدف. خبرة وبصراحة يعني لاعب متميز في البوست هذه، في بوست جناح أيمن. رجع الفريق وبعد ما زي ما كان يلعب في فرق عديدة مثل قصور السيف، رجع الفريق وقاعد يعطي في الإضافة المرجوة منه. كرة باش ترجع لفيت الفريق نادي ساقية الزيت. محمد أمين بن غانم يلعب كظهير أيمن في المقابل في تنسيق اللعب طه السماوي اللي لعب شاب في فريق النادي ساقية الزيت يحاول يلقى الحلول. برشا تغييرات، تركيبة تغير ساقية الزيت مقارنة على الأقل بالدور النهائي نتاع السنة الفارطة، لعبوا ضد الترجي التونسي. محمد أمين بن غانم، محمد سعود تسديد وممتاز الحارس، ممتاز الحارس سالم الرمادي في القائمة الثانية ياخذ الكرة. الكرة كانت في الزاوية 90 لكن الحارس واقف في المكان المناسب وتمكن من تصدي لأول تسديدة سالم الرمادي. يبقى تقدم مكارم المهدية، مباراة مهمة جدا للمكارم من أجل ضمان مكان في مرحلة التتويج. كرة من الجناح ومجددا محمد مليح. أكيد محمد مليح مازلنا كي تحدثنا عليه، يعني بصراحة لاعب متميز في نيسير يكمل الهجمة تاع فريقه بنجاح، عنده نسبة نجاح عالية ونلقاه زاد في الدفاع معناه هو في الواجهة، يعني لاعب أعطيه الإضافة بصراحة الفريق ومكارم المهدية بعد هذه العودة نتاعه الفريق. محمد أمين بن غانم تمشي الكرة للجناح في فريق النادي ساقية الزيت فاخر الويد، محاولة إيجاد الحلول قدام دفاع 0-6 مكارم المهدية، نسبيا متأخر شوية وكرات كيما هكا أمين بن غانم يستغلهم معناها من اختصاص اختصاصه. يعني محمد أمين بن غانم بصراحة لاعب ما شاء الله عليه، لاعب متميز جدا باغت الدفاع والحارس في آن واحد، يعني الناس كل كانت تنتظر في أمين بن غانم باش يعمل تقاطع مع اللاعب الظهير المقابل. شوفوا العملية، هذه عملية ومعاملة المخادعة اللي صارت من محمد أمين بن غانم، تمويه للدفاع وللحارس، والحارس بصراحة ما نجم يعمل لها حد شيء. في عملية كيما هكا خميس يلزم فما الحضور البديهة بريزونس سبري وفما الفنيات. فما الفنيات. لأنه هو كان تقريبا قريب للمارشي، معناه قريب للمشي بالكرة، لو كان زاد خطوة أخرى باش يعمل أوبا أخرى باش يعمل مشي بالكرة. وهذا تدخل في خبرة يعني محمد أمين بن غانم، يعمل رغم صغر سنه لكن اكتسب خبرة كبيرة. توا نعرفوه الموسم الخامس يظهر لي مع فريق ساقية الزيت، وبصراحة هو اللاعب المحدد في الفريق وقاعد يعطي في إضافة كبيرة للفريق نتاعو وناجح. هذه الهجوم المعاكس لفريق نادي ساقية الزيت، محمد علي البحري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. التعادل 2-2 بين مكرم المهدية ونادي ساقية الزيت في 5 دقائق لعب. مكرم المهدية قاعد يلقى في صعوبات من الناحية الهجومية خاصة قدام دفاع جيد لنادي ساقية الزيت. شوف وقت الدكلونشا معناها الهجوم، وقتها يبدا يتحرك دفاع نادي ساقية الزيت باش يوقف ولو يلعبوا عالي جدا تقريبا في حدود 9 أمتار. فما تدخل طون فابل، يعني طون فابل وطون فور معناها من الاول الفريق يلعب 0-6 كلاسيكية عادية التالي، دوبا فريق مكرم المهدية يسرع في الهجمة نتاعه ويلعب الطنفور، يعني فريق ساقية الزيت يطلع القدام ويولي يقلق مليح. وإلى حد الآن بصراحة صعوبات كبيرة قاعد يلقى فيها فريق المكارم، وهذه
هذه سبعة أمتار، سبعة أمتار للدخول يعني في المنطقة الخارجي في المجال الخارجي في نتر فاليكس ديرن. بصراحة المدافع نتاع محمد مليح واللي سايب الانترفال ولا واقف قدام محمد مليح، هذاك علاش الظهير فما كبر كبر شوف الريوق كبر، هذاك علاش محمد علي البحري تخلف في خاطر المنافس نتاع مليح ما جاش غطى مع صاحبه قعد مع مليح، خاطر مليح سجل هدفين ورا بعض، ثلاثة على ثلاثة محمد مليح، ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة هو اللي سجل كل أهداف مكارم المهدية حتى لتوا، تركيز على الجهة اليسرى للهجوم مكارم المهدية، في المقابل هدف محمد أمين من غانم وهدف محمد علي البحري بالنسبة لفريق نادي ساقي الزيت. منير حسن جدا من الكفاءات الكبيرة التونسية وكان تجربة مع المنتخب الإماراتي في كرة يعني اليد. منير حسن يعني سمعته وصيته عالي في الإمارات ووصل درب المنتخب الإماراتي بعد ما درب الأهلي الإماراتي والشباب الإماراتي ونجح معاه في سنة معناها متميزة، كل الألقاب هزهم مع اللاعب المتميز صبحي سعيد، جاب معاه صبحي سعيد وهز كل الألقاب من هذاك. منير حسن تميز في البطولة الإماراتية وعطوه يدرب منتخب الإمارات. أول هدف من الجناح الأيمن حسن نجيم يعني يطلع يحط كرة في الزاوية الأولى، هذه العملية الأخيرة هدف ممتاز من لاعب الدائرة، ثم الرد من مكارم المهدية وتحمل مسؤوليته الحارس البريني سيم بريني لأنه فتح الزاوية، مفروض يقف في الزاوية الأولى ويحاول يسكر الزاوية الثانية بالرجل اليمنى لكن وقف فتح الزاوية خميس. نشوفوا مكارم المهدية توقعت تلقى في الحلول على الأجنحة، على الأجنحة يعني ملايح ونجي معناها الحلول توقعت تجي على الأجنحة، خاطر بصراحة الوسط نتاع الساقي مسكر مليح الوسط، هذاك هو يلزم تلقى حل في الاجنحه ومش نشوفوا تو رده فعل نتاع الدفاع نتاع او تقاطع كره لفيت وفما الدخول خاطئ العامل الحاجز كان خاطئ وترجع الكره لفيت مكارم المهديه 4-3 امكانيه انه يزيد يرفع في الفارق مكارم المهديه ياخذ خصوص اهداف فارق امام نادي ساقي الزيت حتى لتو دقيقتين فقط رينا اقصاء وحيد لمده دقيقتين بعد 7 دقائق لاعب كان في صفوف نادي ساقي الزيت لكن مكرم ما نجمش ياخذ فارق كبير لصالحه لانه نادي ساقي الزيت مكن باش يرجع في المباراه 4-3 المباراه تبدو مشوقه المباراه فيها حماس فيها مستوى متقارب جدا خاصه انه مكرم يلعب على ارضيه القاعه نتاعو كره لفيت مكرم المهديه لمحاوله التقاطعات بين حسين فرج ونصر بحريه توصل الكره تسديد والحكم رميه 7 امتار واقصاء دقيقتين لطه سماوي فما دفع بعد ما اللاعب المهاجم وصل لمنطقه 6 امتار وصل لمنطقه 6 امتار شوفوا العمليه هاو قدامك خميس العمليه بعد ما وصل خاطر بصراحة يعني الفريق سقيط الزيت ولا مسكر على الأجنحة والوسط ولا فم المساحات بين اللاعب واللاعب فم مساحات اللعب لا كونتران لعب واحد ضد واحد لكنه رجع لتسعة أمتار حكى ثنائي التحكيم اللاعب ما وصلش لمنطقة الستة أمتار ما عرفش هذا ممكن أني شفته زفر ضرب الجزاء لكنه رجع لتسعة أمتار ثنائي التحكيم تشاوروا بين بعضهم واضح والآن التفوق العددي اللي فات المكارم شوفوا المكارم شي نجم يعمل في التفوق العددي تزيد من بعيد هذه عشوائية هذه عملية كم هكا فما تفوق عددي شوف يولي هجم عكسه يولي هدف في التعادل 4-4 معناها لاعب يسدد انادميسيبل غير مسموح ليه باش يسدد من 12 متر من 12 متر ديسبلين تكتيك يعني عدم انضباط من لاعب فريقك في تفوق عددي تشوط بالطريقه هذه على الدفاع واقف صحيح مفروض انك مفروض تلقى حل على 6 امتار معناها هذه القوانين الفنيه نتاع كره اليد انك تطلع من 13 متر اي بديهيات كره لفيت التسديد وممتاز يعوض نفس اللاعب فارس الغول يعوض بعد ما سدد كره من بعيد مرضية يقوم بالتعويض بعمليه الاسيست ممتاز جدا والتسديد يحط كره في المرمى 5-4 المكارم المهدية قدام نادي ساقي الزيت حين فما التركيز هذا اللي يعمل فرق بين ملاعبي وملاعبي هو التركيز هو وقت الخبره زاده وقتاش يلزمك تختار الخيار المناسب خاصه انه انك عندك تفوق عددي خميس مفروض انك تعطي الكره الاسهل ولا تعطيها اكثر حظ باش تتسجل في تدخل في الثقافه التكتيكيه نتاع اللاعب يعني اللاعب لازم يكون متكون تكتيكيا يعرف شو يعمل في كل وقت في التفوق العددي شو يعمل في النقص العددي شو يعمل يعني لنا تدخل في خبره اللاعب وكاريير اللاعب شو ينجم شو ما شاء الله ممتازه تمريره ممتازه جدا الاسيست هذا هو بس فوق الممتاز جدا واقصاء دقيقتين مع الاقصاء احسن لاعب في المكارم طبعا محمد مليح طول الزملاء شو مش يعملوا في العودة شوفوا العمليه ممتازه محمد امين بن غانم ممتاز شكرا للزملاء في الاعاده المخرج فيصل قويعة ووحدة الإنتاج التلفزيوني بصفاقس اللي تأمن لكم النقل المباشر من قاعة المهدية للقاء القمة في كرة اليد
لان عمليه تغيير الحارس بلاعب ثاني باش يولي فما ايجاليتي نوميريك تساوي عددي، خاطر فريق مكارم عنده دقيقتين يخرج الحارس ويدخل لاعب سادس. شوفوا هذه عمليه محاوله توصل الكره للجناح، عوده سريعه كانت من الجناح لعمليه التغطيه، قاعد يلقى في صعوبه مكارم مهدي يحاول يلعب اللاعب الدائره ويرجع اللاعب الدائره والدخول في المنطقه وسبعة امتار لانه يبدو لي اللاعب هبط في المنطقه قبل ما يسدد. فارس الغول خاطر مدافع في المنطقه، فارس الغول بالتالي هذه العمليه. شوفوا العمليه دخل معناها ديجا هو معناها دخل في المنطقه هذاك، علاش رجع الحكم ويعمل سبعة امتار ما عطاش الاسبقيه، ما حسبش الهدف، لم يتم احتساب الهدف والرمية سبعة امتار لفايت مكرم هديه. يدخل لاعب من البنك وليد بن سالم في تنفيذ رمية سبعة امتار لفايت مكرم المهديه، والحارس يتصدى مره اولى ويرجع الامتلاك لمكرم المهديه. الحارس البديل دخل في التركيبه محمد علي بن منصور، هو اللي دخل هو اللي تصدى في الكره الاخيره اللي يقعد في المرمى مكان سليم البريني. هذه اضافه نتاع حارس مركز على البنك بالضبط. هو الحارس يقعد على البنك يلزمه معناه يكون مركز ويتابع كل اللاعبين ويتابع وين يصوبوا، والمفروض راه هو زاد مع الفيزيوناج مع واحنا خميس خارجين من فرجه نتاع بطوله اوروبا. اي ما شاء الله معناها مباريات في مستوى عالي جدا، المنتخب السويدي المنتخب السويدية رجعت معناها للمراتب الاولى بعد ما كان في وقت ما معناها البيس كونديناف تراجعوا نسبيا باستثناء الدنمارك. توا سويد برينا طريقه لعب جديده حركيه، دخلت شويه تكتيك من فرنسا شويه معناها برشا حوايج تبدلت، اللي يمكن حتى الخارطه نتاع كره اليد نجم تبدل على المستوى الاوروبي والمستوى العالمي. توا كنا ننتظروا في فرنسا في كرواتيا في الدنمارك، توا خرجت لنا السويد بعد غياب طويل بعد 20 سنه راهو بعد 20 عام من اخر لقب اوروبي للسويد. بصراحه الفريق هذا قاعدين نشوفوا فيه من الدورات السابقه نتاع كاس العالم قاعد يتقدم يتطور حتى وين جاي السنه هذه معناها في البطوله هذه، وجني معناها الثمار نتاع المجموعه هذه نتاع اللاعبين، خاصه انك اللاعب بصراحه اسمه صعيب شويه، اللاعب يعني الروجي شويه يا احمد سامحني في الكلمه، اما بصراحه هذاك مدرب ثاني على الملعب شفناه حتى في اللي تايم اوت، في اللي تايم اوت ياخذ هو الكلمه قبل المدرب ويكلم الفريق وينظم الفريق على الملعب وخارج الملعب. كرة ترجع لفيت مكرم المهدية 5-5 12 دقيقة و21 ثانية، محاولة إيجاد الحلول مكرم المهدية نسبيا فما صعوبة كبيرة صعوبة لأنه فما سرعة في اللاعبين نتاعو طول القامة، بالتالي معناها أقل سرعة من لاعبي فريق نادي سقيط زيت. ولهنا نحكي على محمد أمين بن غانم، لأنه محمد أمين بن غانم اللي عنده معناها سرعة كبيرة برشا وأجيليتي في سقي ونجم يتحرك عكس لاعبي مكرم المهدية اللي بريفيزيبل قاعدين يقرا دفاع فريق نادي سقيط زيت، قاعد يقرا في هجوم مكرم المهدية ويصعب عليه في الأمور، وبالتالي التصويب نتاع خاصة نتاع الحكم هز زيدي معناها لاعب سلبي يعني تصويبه بالطريقة هذه أكيد. كرة من الجناح التسديد اللعب وينجح فاخر الواد، فاخر الواد ينجح في المغالطة رغم طول حارس رمادي أول تفوق وأول سباقية صحيح. شوف العملية حارس سكر الزوايا بالضبط، تولي الخيار الفني، هذا خيار فني لكنه معناها صائب مثل تعمل اللوب يعني راهو كي نعملوا اللوب مش بالضروره يعني استهزاء بالمنافس ولا هذاك هو الحل، يعني الحارس ما شاء الله عليه تو سكر كل الزوايا وقدم اللاعب فاخر الواد قي انه يلزمه يعمل الحل هذاك، اختار الحل الصحيح انه يعمل به لوب باش يسجل الهدف نتاعو، وهذا شنو صار؟ لاعب وقت اللي معناها يطلع باش يسدد فهو يقرا في برشا حلول تفكير معناها بالضبط يبدا يقرا في برشا حلول، دونك اللاعب المتميز هو اللي يجبد الحل الصح، الحل الصح في الوقت المناسب تايمينغ نتاع الثانيه هي تقريبا هذا هو. كره توصل للجناح ينجم يصوب في القائم الثاني، نجم يصوب في القائم الاولي، نجم يشوط بالقوي فوق راس الحارس، لكن اللاعب المتميز هو اللي يختار الحل الصحيح. مجددا كره لفات نادي مكرم مهدية ممتاز المره هذه ممتاز، تسديد جيلاني الخضري يحط الكره في القائم الاولي يتمكن من المغالطة يرجع التعادل 6-6. تقريبا وصلنا لمنتصف الشوط الأول. الحلول بالنسبة لمكرم مهدية خميس هي حلول فردية بالأساس بالضبط، لأنه تورينا بكري بالنسبة للاعب الجناح اللي يتمكن محمد مليح، رينا توا خضري معناه فما حلول فردية في المقابل بالضبط. نادي سقيط الزيت يحاول قاعد يخدم لأنه فما مدرب ثاني على الميدان اللي هو محمد أمين بن غانم بالضبط يعني يخطط للهجمة نتاعو، هاني نشوفوا في أمين بن غانم كيفاش يكلم في اصحابه، اذا بدات الهجمه انطلقت الهجمه والمحاولات الان شوف الفريق تبادل التقاطعات يتحول اوب
لان لهنا فما عدم تفاهم بين بن غانم والظهير، الشيء اللي خلى انه تقف العمليه وبن غانم اختار انه تصير عليه الخطا. كره مجدده لنادي سقيت الزيت، توصل محمد امين بن غانم في الواحد ضد واحد، يتعدى باش يحاول يسدد في القائم الثاني، والالتقاط ممتاز لفريق نادي سقيت زيت، التقاط ممتاز لنادي سقيت الزيت. حسام العيادي امامكم رقم سته هو اللي التقط الكره وقتل الهجوم تاع مكان المهديه، خرج شوف بسرعه الهجوم المعاكس، عمليه التقاط الكره. شكرا رياض ساسي في المتابعه للعمليه الاخيره في الكاميرا الورائيه اللي تبع لكم تقريبا تحركات الفريق نادي سقيت زيت في الناحيه الهجوميه. كره لفيت فريق المكرم المهديه، دور الكره حسان فرج مع الجيلاني الخضري، حسان فرج يحاول يلقى الحلول، يخرج الجيلاني الخضري يحاول يلعب الكره لمسه واحده لكن تضيع، ترجع لنادي سقيت زيت اللي يطلع بن غانم الكره، يبحث على الحلول تمشي للجهه اليسرى، فما مشي بالكره، فما مشي بالكره، لا ما تفطنش حكم، وتدور الكره وتكمل وتصدى الحارس باهي سالم الرمادي في العمل الاخير. من الطرف الله ما تسجلتش بالنسبه للمكرم المهدية، ولا تعمل مشكل، تعمل مشكل للحكام لانه معناها ريت انه الى بيتيني معناها هذه نجيم. مجددا للخضري حاول يلعب، ممتازه تمريره تسديد وفي المرمى، ممتازه تمريره في المكان والتوقيت المناسب، ويتمكن نصر بحريه من تسجيل الهدف السابع. 7-7 روحين كي قلنا ما تسجلت، راهو معناها يمكن معناها الحكام بدا يعمل له مشكله. هذه العمليه الاخيره احنا هذا شو نقصد يعني، كي قلنا من الطرف لا ما تسجلتش مش على انه معناها خاطر معناها مش تعمل مشكله في المقابله. يرجع الامتلاك لفريق نادي سقيت الزيت، هذا محمد مليح اللي سجل 3 أهداف الاولى لفريق مكارم المهديه، ومن بعد صارت تغطيه عليه لانه منير حسن مدرب نادي سقيت الزيت يقرا في اللعب ويتبع ويحاول انه كل مره فما ثغره يحاول ان يسكرها بالحوار نتاع مع اللاعبين نتاعو. محمد امين بن غانم التقاطعات توصل التسديد وممتاز الرمادي مجددا، الهجوم المعاكس سريع الكونتر اتاك لو تتقص تتقص محمد امين بن غانم ما شاء الله، والتفوق العددي الان 1 ضد 1 باش يمشي يلعب الجناح يحاول يدخل لخط 6 أمتار تسديد، فما برشا تسديد عشوائي في العمل الاخيره فاخر الواد من بعيد وكان تقريبا مضيع التوازن نتاعه، صعيب باش تغلط حارس بقيمه سالم متردد يمشي اكسترن ولا يدخل انترن، هاو العمليه بالزبط. شوف العمليه لهنا بعيد فقد التوازن وماشي قويه الكره معناها ومن حظه انه خذت 9 أمتار. سالم رمادي عمل تقريبا 4 تصديات في المباراه حتى الان، حارس اللي امامكم مع فاخر الواد ورمي 9 أمتار اللي فات نادي سقيت الزيت، مباراة فيها شريتم عالي بكل أمانة. زوز فرق بصراحة محتاطين من بعضهم، قاعدين يلعبوا واحدة واحدة، قاعد كيما نقولوا ياكل ويقيس، يشوف في كل معناها لحظة وقتاش يختار اللحظة المناسبة من غير ما يخسر برشا جهد، من غير ما يخسر برشا يظهر لي المقابلة مش تلعب في النصف الثاني من الشوط الثاني. محمد عمار يلعب الكرة للظهير الأيمن، محاول دخوله ممتاز. لا دخول في المنطقة، دخول في المنطقة، دخول في المنطقة، دخول في المنطقة، ما تمش احتساب الهدف. طه السماوي حكم، حكم ريتو حسب، لا لا دخول في المنطقة عاود مرة أخرى، لا 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 الحكم قاعد يعاود، لا 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 عاود أنا الهدف ما تمش احتساب الهدف هو باش يصلح شو أكيد، حتى الزملاء في الإعلامية يقولوا لا لا الهدف واضح، إشارة الحكم 7-7 هذا هو إشارة الحكم، دخول في المنطقة قاعد يكرر فيها الحكم، دخول في المنطقة معناها واضح كرة اليد معناها لي جيست واضحين بالنسبة للحكام، والهدف تصفيرتين، تصفيرتين اي صحيح، الهدف تصفيرتين يلزم يزفر تصفيرتين باش يقبل الهدف. 7-7 17 دقيقة 32 ثانية في الشوط الاول والتعادل، وكره لمكارم المهديه تمشي جيلان الخضري يحاول يدخل ويسجل الان الحلول قاعده تجي من جيلان الخضري مره اخرى المدافع الجناح قاعد يستبق في اللعب، قاعد يسكر على الجناح نتاعو، اللي قاعد يصير تغيير كل مره في الهجوم، يلعب كجناح اللاعب رقم 21 فاخر الويد في فريق نادي سقيت زيت، بعدها يدخل كلاعب رقم 2 في الدفاع، بالتالي يعرفوه فاخر الويد قوي في الدفاع، لكن مع هذا قاعد بالباساج دوبرا قاعد يتعدى فيه يتجاوز فيه وقاعد يسجل في الاهداف، رغم انه فما طول قامه معناها فما فارق في القامه فايت فاخر الويد. انا بصراحه نحمل المسؤوليه اللاعب رقم 1 في الدفاع هو اللي مشى استبق ومشى خلى الجناح على مازالت ما وصلتلوش الكرة، خاطر الجناح سجل له هدف ولا معناها قاعد يسبق قاعد يسكر على الجناح أكثر من أنه يعاون صاحبه في معطى 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 مهم جدا في المباراة. الإقصاء الثاني لمدقيقتين لمحمد المليح، طول لنا طول ما عادش باش يكون في الواجهة، معطى مهم جدا رغم أنه دفاعين ممتاز محمد المليح بالضبط، يا مش يخرج في الدفاع يا مش يحطه في الجناح، وشوف العملية كان وراها
محمد امين بن غانم مره اخرى ومن بعد ان شاء الله فيصل يعاود لنا العمليه. شوفوا امين بن غانم مش عمل، خلينا نتبعوا رميه 7 امتار لمحمد علي البحري، ممتاز رمادي مره اولى ومره ثانيه يسجل يغالط. يعني فريق المكارم هذا الهدف الثاني نتاع كره راجعه، التقاط اي تاع كره راجعه. لو كان تو ناخذوا العمليه، شوفوا العمليه بن غانم يعطيكم الصحه، شوفوا العمليه كان هو سبب باش صار التفوق العددي. هذه قوته بن غانم، هذه قوته في التمرير، قوته في تحريك الفريق كامل، ومن وقت لوقت شفناه صوب تصويبتين مباغ سجل بهم هدفين، يعني يصوب من البعيد ويمرر للدائره. شوف حتى التو هو سجل اهداف وعطيه تقريبا 3 أو 4 اسيست، معناها في 8 اهداف هذوما هو عنده فيه 5 اهداف تقريبا. 5 اهداف تقريبا وراهم محمد امين بن غانم. 8-8 20 دقيقه لعب والكره امتلاك مجددا لفيت مكارم المهديه. كما قلت مكارم يمكن ينقصوا شويه السرعه من غلط دفاع فريق النادي ساقط زيت. تغيير الايدليدين ممتاز للعب الفريق النادي مكارم المهديه. جان الخضري لكن ما كانتش بالقوه اللازمه، خرج برشا اكستير، مشي برشا لبرا، سكر برشا على روحه وسوي، رغم انه فما ذكاء كره كانت في يده اليمين، وما انه اشول هو ما نجمش يسدد باليمين، غير ليد في الهواء، لكن مع تغيير ليد في الهواء تنقص القوه، متجه للمدارج ماهوش متجه للمرمى، نقصت القوه ما نجمش يغلط الحارس سليم البريني في الكره الاخيره، او الحارس محمد علي بن منصور. شوفوا مره اخرى بن غانم كيفاش قاعد، شوف الكره للجناح ممتازه التمريره، فتح الزاويه ويسجل فوق راس الحارس. لهنا الخطا من الحارس، لانه يعني الحارس كان فتح يديه خميس، مفروض انه شوف العمليه فتح الزاويه، هو التقنيات يعني التقنيات. الحارس اختار التكنيك هذيك انه معناه يحل يديه، ممكن ما تبعش الايد اللاعب انه باش يشوطها فوق راسه، حل يديه خلاله، لكن كي تحل وتخلي له وانت فوق راسك عريان، المفروض اول حاجه تعملها تسكر فوق راسك. هذه فما سرعه نتاع يعني الكره سبق سرعه اليدين، يعني فخر رويد كان ذكي، لانه فخر رويد عمليه الارتقاء في الهواء تاخذ وقت، معناها فما ديتونت قاعد يعمل في دوبل ديتونت، قاعد يستنى في الحارس ويسدد. رينيه بكري كي عمليه اللوب المره هذه، التفوق الاسبقيه الفخر رويد. جيلاني الخضري في الواحد ضد واحد يحاول يتعدى، وصار تغيير في الدفاع الان في العمليه هذيا باش يتم ايقاف الخضري. خضري مجددا ولا الدفاع مقدم على البريسك على 8-9 متر 9 متر صحيح. شوفوا اللاعب 21 قدامكم، شوف عمليه والتجاوز والتسديد والكره في المرمى، كره في المرمى، الكره معناها كانت بصعوبه كبيره برشا من ناصر البحريه يتعدى اللاعب لول. شوفوا قوه قدام الدفاع تقدم، تعرف تولي اي تجاوز اي مجاوز اللاعب المتقدم تخلق خطر لانه شوف كره في اللاكس نتاع حارس المرمى يتحمل مسؤوليتها اكيد، حارس واقف في اللاكس نتاعه معناها الحارس. في الحارس الحارس لكنه ما تصدق، المفروض انه التنقل يكون مقابل الكره الحارس بزرق. حتى في عمليه معناها اللي تدرس هذيا انه الحارس راه فما تنقلات معينه أكيد. كل ما الكره تمشي تكون في مركز هو يتنقل معها بزرق. اذا يبعد شويه وقتها صعيب باش يولي التصدي اللي باش يتصدى الكره. محمد امين بن غانم يلعب الكره، محاوله المرور ممتازه جدا، ممتاز. تسجيل في العمليه الاخيره، المفروض انه معناها في العمليه الاخيره ما ريتش علاش الحكم ما وصلش اللعب، ما فهمتش. عزمي حموده شوف عمل تجاوز ومسك من الوراء، لان ثنائي التحكيم القراءه نتاعهم بليل بونا وائل الزاير، قراءه رجعوا 9 امتار اللي فات نادي ساقيت الزيت، اكيد اللي قاعدين نشوفوا فيه قاعدين نتحدثوا فيه معناها هذا هو احنا ما عندنا حتى معناها خلفيه، قاعدين نوصفوا فلا قاعدين نشوفوا فيه. فما عمل الكره اللي فات التسديد ممتاز، عزمي حموده ممتاز في العمليه الاخيره التسديد وينجح. اللاعب هذا عمل اضافه كبيره برشا وقت الاخذ مكان محمد عمار. عزمي حموده الكره الاولى، ثم شوف الارسنال تكنيك معناها اختيار عنده برشا خيارات فنيه باش نجم يسجل الهدف. تصويبه تحتيه على الدفاع الحاضر فوق، باقت الدفاع وباقت الحارس زاد، ما كانش ينتظرها الحارس. 10-9 في لقاء مكارم المهديه نادي ساقيت الزيت. نذكركم انه رافقني في التحليل الفني مدرب خميس بوشهده، تجربه كبيره في فريق نسره بلبة وفي الخليج العربي، واكيد اضافه على المستوى الفني والتحليل الفنيه على الوطنيه الاولى في قمه مباريات الجوله في قسم النخبه. ضربه جزاء رميت 7 امتار بشكون لفيت نادي مكارم المهديه. مكارم المهديه اللي نجح وفشل زاد، ومجددا محمد مليح في تنفيذ رميه 7 امتار. وليد بن سالم كان فشل في تسجيل ضربه 7 امتار، المره هذيا رميه 7 امتار وضيع رميه 7 امتار وربح حسابه. بالضبط التفاصيل هذوما في اخر المقابله مش تكون هي المحدده للفريق الفائز، يعني المعطي الجزئيات مهم جدا، يعني كي تلقى روحك انت
مضيع زوز ضربات جزاء، ثلاثة ضربات جزاء، وفي الآخر تلقى روحك مثلا تعادل ولا خاسر فرق الحساب ونحطهم في الحساب. ماذا بتتحطهم في الحساب؟ ولأنه داخلين في قانون كرة اليد. ما على كل يرجع الامتلاك، شوف صار التغيير حتى من ناحية دفاعية في محمد بنور يدخل في التشكيلة مكان نجيب بعد التفوق اللي مكان مليح عاد. لا من في الجناح لهنا والتسديد ويرجع الرمادي في الجناح اللي باش يغطي على اللاعب اللي قاعد متميز في فريق الفاخر الرويد. صار التغيير، كرة لفايت المكان المهدية، تسديد وفي القائم نول وممتاز. نقص الثاني خروج محمد مليح في الدفاع، ما عادش يدافع تو. محمد لا يخرج في الدفاع، لكن حتى في الجناح الايمن صار التغيير. تخلف في التركيبه الاساسيه محمد بنور 57 تو رياضي يركز لنا على اللاعب رقم 57 في الجناح. التغيير مكان نجيم بلي مو حصرت كما قلت اللاعب فاخر الواد. واضح ترجع لقدامكم لاعب رقم 57، ترجع الكره اللي فات نادي سقيت زيد، حتى نادي سقيت زيد ما عرفش يحافظ على الفارق اللي خذاه ومكانه رجع فيسع في المباراه، فما شخصيه من لاعبي المكان. من مكانه خذي الفارق ورجع سقيت زيد وبعد سقيت زيد. محمد علي البحري الفارق. يلعب الكره مع عزمي حموده، دور الكره اللي فات تغيير مراكز. الكره ما زالت شوف الذكاء نتاع منسق اللعب. وقف اللعب لانه عرف ما عندناش فما حلول. ما فماش حل غادي. فماش حلول. رفع اليدين عن اللاعب السلبي يكمل العمليه، يلعب لعبه دايره ممتاز لاسيست وفما رميه 7 امتار. شوفوا اللاعب دخل في المنطقه ولا انا ريته بعيد لا محاله. تنتبتوا اللاعب فارس الغول دخل في المنطقه ولا انا ريته بعيد نسبيا خميس. شوفوا العمليه اللاعب مس المنطقه ولا في المنطقه في المنطقه في المنطقه باش نبداو واضحين. واضح كل شيء سنتيمترات لكنه في المنطقه. الكاميرا هذه اعاده ما فيش كلام. محمد علي البحري يسجل. شوفوا الفارق، تبعوا تلقاو انه فريق سقيت زيت نجح في رميه 7 امتار، فريق مكرم هدية ضيع رميه 7 امتار مرتين. هذا الفارق زوزو مرتين يضيع رميه 7 امتار فريق نادي اكيد تلقى راهك خاسر ما في مقابله معناها ماشيين هدف بهدف متساويه في الموازين القوى. تلقى روحك اذا كان انت ضيع زوز ضربات جزاء اكيد باش تلقى روحك خاسر. رغم انه الرمادي مش مقصر، سالم الرمادي قاعد يقدم في مباراه جيده، حارس مرمى فريق مكرم مهدية. خضري يحاول يلعب للجناح، الدور الكره نجيم قاعد يلعب في الهجوم فقط، في الدفاع قاعد يخرج يدخل مكانه محمد بنور. الخضري قاعد يسكر برشا على روحه، قاعدين الدفاع يدزوا فيه اللي بعده فيه للركنيه خطر باش يمشيش مقابل المرمى. مجددا الجيلاني الخضري مره اخرى هنا شوف الحلول، محاوله يجي يلقاو الحلول من الظهير نص مبي بالتسديد بعيد ويسال الكره تضرب في القائم. من حسن حظ فريق نادي سقيت زيد الهجوم المعاكس السريع فاخر الواد يطلع معاه عزمي حموده وتسع امتار لفيت نادي سقيت زيد. تسع امتار لنادي سقيت زيد. التغييرات تصير بين الدفاع والهجوم في المكارم. يدخل نادر حمزه اللي هو خذا مكان محمد مليح من الناحيه الدفاعيه. نادر حمزه ترجع الان اللي باش يحاول انه يبدا الهجوم من محمد امين بن غانم اللي اصبح كظهير ايسر الان. في المقابل يدخل كمنسق لعب عزمي حموده اللي عنده الكره الان. عزمي حموده عمليه التقاطع المرور من محمد امين بن غانم، نفس العمليه تتكرر، نفس العمليه فما خطا في الحساب في دفاع مكرم المهدية. كل مره بن غانم ياخذ زوز ملاعبيه معاه ويعمل تفوق عددي باش يلعب كل لاعب للدايره. كل مرة هذا بن غانم يلعب الكرة للتسديد في القائم الثاني وينجح. ممتاز هذا اللاعب بصراحة، لاعب شاب 20 سنة طالع مازال طالع طه السماوي طالع من الأواسط ممتاز. لكن شوف تو نعاودوا العملية، كي تلقى منسق لاعب خميس انه يطلع يهز لك الملاعبي ويحطه في وضعيه سهله جدا باش يسدد ويلقى النجاح. معناها الملاعب ما عليك ان يكمل، لا يبقى فما مدافع قدامه ولا حتى شيء. هو تو وقت مستقطع، تو كان فما العمليه. شوف العمليه، شوف باش حضروا شوف قديش بعيد اول مدافع بعيد تقريبا 3 امتار. خلاله الوقت باش يعمل الاختيار نتاعو اللازمه وينقز ويختار الزاويه ويشوط. بصراحه هذه ميزه محمد امين بن غانم، انه معناها كي نقولوا منسق لاعب ومايسترو فريق بالفم والملاء. هذا مدرب ثاني، احنا نقولوا على الميدان مدرب ثاني على الميدان. يقال الحلول البكري شويه وقت اللي ما لقاش الحلول حاول انه يرجع بالكوره. كل مدرب يلعب عنده محمد امين بن غانم بصراحه يعني واللي كيفه في وقت ما انا صبحي سعيد في وقت محمد المحجبي قبل كان فما كريم الزغواني برشا اسماء راهو اللي كانوا معناها منسقين اللي يلقى لهم الحلول في نفس الوقت على الملعب مدربين يعني.
برشا اسامي. كما كنا نتحدث عن اللاعب السويدي. اللاعب السويدي معناه لاعب اللي كرباتيتش في المنتخب الفرنسي زاد. معناها هذوما الاسماء اللي يعملوا الفارق. دوبتشي فاياب في وقت ما. بالضبط. سواء في المنتخب الاسباني ولا قبله في المنتخب الروسي. المنسق اللاعب. الان فرق هدفين سقيت زيت قبل في اهم وقته في اهم وقته قبل دخول لحجرة الملك الشوط الاول. مهمه برشا الكره هذه باش ما تخليش فريق سقيت زيت يعني ياخذ فارق ثلاثه في نهايه الشوط من الجانبين. هذا الموني تايم معناه في نهايه الشوط بالنسبه للفريقين. مكرم هديه اخذ التعليمات بعد الوقت المستقطع الاخير لماهر كريم وسامي مبروك، والكره لمنسق يخرج محمد مليح من الجناح. محاوله المرور توصل الكره اللعب الدائره. فما ثلاثه ملاعب وفما اقصاء دقيقتين في العمليه الاخيره. حمزه الزواوي لاعب 39 حمزه الزواوي بنيه جسديه ممتازه جدا. هاك العمليه شوفوا حمزه الزواوي في المحاصره وقت اللي صارت حاول الجذب والحكم شاف انه هو حكم الخط هو اللي اعمل الاقصاء دقيقتين مش حتى حكم الميدان اللي قدامه العمليه. بترجع الكره 9 امتار اللي فات مكرم هدية مع اصابه محمد عمار اللي موجود على ارضيه الميدان. شوط اول خميس رينا مكارم بدا كما يلزم بالضبط، لكن سقيت الزيت فضل التركيز فضل الحارس المرمى اللي عمل زوز تصديات وفضل محمد امين بالغالب صراحه اللي هو قاعد ينظم في الـ في الـ في الريتم خاصه يتحكم في ريتم المقابل يحب يسرع يعمل في هجمات معاكسه سواء بتصعيد كره سواء بهجمه معاكسه مباشره سواء في الهجمه المركزه معناها قاعد يشغل في فريقه وقاعد يلقى في الحلول مع لاعب الدائره مع الاجنحه مع الاظهره قاعد يحضر لهم ويصوبوا بصراحه. فريق سقيت الزيت شفنا كل شيء معناها شفنا الهجوم المعاكس شفنا الهجمه المركزه وهذاك علاش تو فريق سقيت الزيت معناها متقدم فارق هدفين. ومازالت المقابله مش تبوح باسرارها بصراحه في النصف الثاني نتاع الشوط الثاني. خلينا نتبعوا الامتلاك لمكرم هدية قد يكون الامتلاك الاخير لمكرم هدية تسديد من بعيد. اختيار غلط اختيار اللاعبين مكارم قاعدين يسدوا راهم من 10 امتار. بالضبط فريقك فيه تفوق عددي وتشوط بالطريقه هذه بصراحه في مستوى فريق اول يعني فريق اكابر. خيار الان المرمى الشاغر بالنسبه لمنير حسن وهو خيار ذكي جدا حسب رايي لانه يعني متقدم اهداف فارق يلعب بالتالي يلعب من اجل تسجيل الهدف ثالث فارق وحتى كان قبل هدف ماهيش اشكاليه بالنسبه لي بالضبط مع النقص العدد هيك مراهنه يا يقوى يولي ثلاثه يا عزمي حموده. يمشي محمد امين بن غانم كظهير ايمن دور الكره لطه سماوي انطلاق العمليه الهجوميه لفريق نادي سقيت الزيت. محمد امين بن غانم باش عدى واحد ضد واحد تمشي لطه سماوي بيسدد من بعيد طه سماوي تسدي الحارس فما المرمى شاغر ما خرجش حد البر كره البر معناه هو خيار كان اخطا فيه منير حسن واخطا فيه زاد نتصور اخطا فيه اللاعبين المفروض فما اتفاق من الاول شكون اللاعب اللي مش يخرج يجري وقال تخسر الكره فريق سقيت الزيت فما لاعب لازم يخرج يجري باش يدخل مكانه الحارس ما خرج حد يعني فما هو المفروظ الجناح راه ولا الظهير الايسر لانه اقرب للبنك التغيير قريب من منطقه التغيير ومجددا خيار المرمى الشاغر الكره معناها في عند فريق مكارم مهدي باس اثنين ثلاثه ومازال المرمى شاغر معناها والحارس ما دخلش معناها الفريق نادي سقيت الزيت اللي ما خسر شيء بالضبط بالنقص العددي وكمل وقت مستقطع قبل تقريبا 32 ثانيه من نهايه الشوط تقريبا خميس باش نحوصلوه معناها تعامل فيه نادي سقيت زيت بذكاء وواضح انه فما خبره نتاع بعض اللاعبين بالمباريات القرب برشا من بعضهم اللي في مستوى قريب يعني المقابلات هذه فما لاعب اسمه محمد امين بن غانم بصراحه تمرس فيهم برشا المقابلات هذه نتاع فارق هدف تعادل فارق هدف تعادل عرف كيفاش يطلع فما شخصية في الريتم ينقص في الريتم فما شخصيه كبيره مدرب ثاني على الملعب صراحه نشوف فيه عمل كل شيء باش خلى فريقه الى حد الان فايز بفرق هدفين والكره ما وعنده امتلاك توا مازالوا 30 ثانيه يعملوا انه مش يسعوا انهم يكملوا الشوط فارق ثلاثه وبصراحه هذه اسبقيه للفريق سقيت مهمه الزيت. جدا مهمه على فريق حاجته بالنتيجه فريق مكرم هدية مهمه جدا مع مكرم مهدية فريق كبير بصراحه مقابله مازالت لا وتنجم تعمل ضغط كبير على مكرم هدية لانه مكرم في الشوط تبدل المعطيات بين الشوطين في الغرفه
في حجز الملابس حتى الحديث يتغير معناها تكون مشطوفه تعادل. شوف الخمسه مع واحد الان في محاصره محمد بن غانم، يعني هذا الحل، هذا الحل اللي المفروض يتعمل. عزمي حموده باش يمشي في الواحد ضد واحد، سقيت زيد بدون محمد امين بن غانم شو الدجم تاعك؟ سماوي سدد وتضيع الكره والالتقاط من مكان مهديه وعوده الحارس، عوده الحارس. يرجع الامتلاك لمكان مهديه، مازال له تقريبا 10 ثواني لمحاوله المرور بسرعه، يدخل ويسجل. غريبه طلع وجه لوجه، غريبه معناها تقريبا الملعب الكل، قص الملعب الكل، وكره تضيع نهايه الشوط الاول في قاعه المهديه بتقدم نادي ساقيت الزيت على مكان المهديه 12-11. خميس واضح انه من ناحيه دفاعيه معناها الفريق معناها زوج فريق كانوا في مستوى عالي من الناحيه الهجوميه، فما برشا اخطاء من الجانبين. هذا هو اللي نركز على الاخطاء ونركز على فما يعني بصراحه عقم هجومي، ما فماش حلول، مش حكايه نقود دفاع. ممكن دفاع سقيت الزيت كان هو الصد، لعبوا 0-6، لعبوا 3-2-1، لعبوا القدام فريق مكارم قي صعوبات. النتيجه 12-11 بالطبيعه تدل انه مقابله قويه، مقابله متقاربه في المستوى بين الفريقين، وان شاء الله ان شاء الله يتصرحوا اللاعبين في الشوط الثاني باش نصافحوا ملاعبي اي خويا هشام تركي ومدير رياضي ومدرب، ويمكن كان في وقت ما رئيس فرع، وتقريبا مر بكل التجارب في كره اليد. خلينا نصافحوا هشام التركي مع حافظ بن عامر. يلا حافظ، شكرا لك. ذكر بالفعل اذا الى جنبي واحد من الاسماء الخالده نجم نقولوا في كره اليد التونسيه وفي مكارم المهديه، لانه كان لاعب سابق، لاعب دولي، وكذلك مدرب، وكل المهمات اللي قلت عليها ذكر يعني موجوده في هشام التركي. هشام مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بالاذاعه الوطنيه. هشام، يعني البدايه كانت قويه صحيح المكارم المهديه، ولكن يظهر لي الفريق اصطدم بدفاع قوي، الدفاع ساقيت الزيت اللي قرا كما يلزم هجوم المكارم وما خلاش يلعب لعبه. صحيح، معناها نادي ساقيت الزيت عنده دفاع قوي، معناها عنده زوج ملاعبين طوال معناها في الاك سنترال. صحيح قينا مشاكل في الهجوم، وكيف كيف معناها عندنا شويه ديشي تكنيك عملناه احنا في الهجوم، كيف كيف اما 2-7 متر ضيعناهم. ان شاء الله دوزيام تون الاولاد يركزوا اكثر بتعليمات المدربين، معناها يرجعوا يركزوا اكثر في الاتاك، ويركزوا خاصه مع حراسه المرمى. في وقت من الاوقات اعتمدت اكثر على الحلول الفرديه. صحيح، اكثر حلول الفردية اكثر، معناها جيلاني الخضري والا في المونتيد بال حسين فرج، معناها هما اللي لقاو الحلول. ان شاء الله دوزيام تون نلقاو حلول جماعيه باش نجموا نحلوا دفاع نادي ساقيت الزيت اللي قاعد متمسك الشوط الاول. ديجا سجلنا 11 هدف شويه في ميتون. نرجعوا لساقيت الزيت، يعني فريق قدم مستوى كبير ياسر في الشوط الاول، وخاصه اهميه اللاعب محمد امين بن غانم اللي تقريبا عمل يعني اعطى الاضافه عمل للفرق مع في الشوط الاول. شوف ال 12 هدف اللي سجلتهم نادي ساقيت الزيت تقريبا فما 8-9 اهداف يخرجوا من يدين امين بن غانم، يلعب برشا مع لاعب الدائره، اللاعب الدائره يسجل يجيب 6 متر، لقينا برشا مشاكل مع امين بن غانم واللاعب الدائره. ساقيت الزيت تقريبا من البعيد هدف او هدفين مع ماكسيموم في ميتون، اما الاكثر لاعب على امين بن غانم القادي هو اللي عمل في السيرنو نمبر، ومتفاهم برشا مع اللاعب الدائره. ان شاء الله الشوط الثاني نلقاو الحلول في المشكله هذا بين امين بن غانم ولاعب الدائره. ان شاء الله الاولاد زي ما يكونوا خير من الشوط الاول. شكرا اذا هشام التركي، شكرا لك على كل الاضافات. نرجع من جديد للذكر، تفضل يا ذكر. وانا كيف الشوط الاول على الامتياز خاصه نتاع محمد امين بن غانم منسق اللعب، بتشوف انه بين الشوطين من المفروض انه خيار نتاع الاطار الفني نتاع مكان المهديه انه باش يركز عليه ويركز على لاعب الدائره، لانه اكثر تقريبا من 60-70% من اهداف نادي ساقيت الزيت جات اما وراها بن غانم والا لاعب الدائره. ما عرفش خيار التكتيك لهنا باش نشوفه يتفطن الاطار الفني ولا للموضوع. المفروض محمد بن غانم هو العقل المدبر نتاع الهجمات نتاع فريق ساقيت الزيت، وناجح الى حد الان. نتصور ان 12 هدف معناها عنده النصيب الاكبر، معناها له انا صحيح انا صارت المحاصره، يعني مدرب فريق مكارم مهدية كان معناها كما تحدثنا خرج لاعب محمد امين بن غانم، ونشوفوا فريق ساقيت الزيت بدون محمد امين بن غانم شنو نجم نشوفوا، خاصة امام شوف ريتو ساقيت الزيت ما عندوش ملعبيه تلعب على ساقيهم، معناها رغم النقص العددي بقيه الفريق وكيفاش ينجموا يلعبوا، لان تو محمد امين بن غانم سدت اول عمليه وتصدي الحارس بالضبط، هو اللاعب يتحسر يولي يستنى في اي مخالفه باش معناها يمشي يلعبها هو ومش يطيح في التسرع. محمد امين تو مش يطيح في التسرع خاطره محاصر، وكل مخالفه مش يحاول يمشيها. كرة استرجاع الكرة اللي فات مكارم المهدية تمشي النصر بحرية
ناصر البحرية يرجع للمنسق اللاعب حسام فرج ويرجع للهجوم المنسق فريق مكارم المهدية في محاولة باش يرجع في المباراة. عدل النتيجة في أول هدف بالنسبة ليهم، بعدها يمكن يحاول أنه ياخذ الفارق لصالحه، وفي المقابل ساقية الزيت باش يحاول أنه يحافظ على النتيجة هذه ويدعمها بالرصيد البشري اللي عنده، رغم المقارنة لا تجوز بين الرصيد البشري نتاع السنة الفارطة نادي ساقية الزيت ورصيد البشري الحالي، معناها أسماء عديدة جدا غادرت نادي ساقية الزيت من حراسة المرمى حتى معناها بقية اللاعبين، معناها زوز حراس مرمى، زوز حراس مرمى غادروا، معاهم المرغني، معاهم لاعب الدائرة ميميش، المزوغي، المزوغي، معاهم مرمى السويد، معاهم غسان التوني، أسامي كبيرة، أسامي كبيرة برشا، معاهم منير الدويري اللي غادروا نادي ساقية الزيت، بالتالي فما جيل قاعد اخر يتكون، فما مشاركه عربيه في الافق. أيه. نادي ساقية الزيت اللي يتمنوا له بها النجاح ان شاء الله. 9 امتار اللي فات نادي ساقية الزيت، كره كانت من خروج من الجناح فاخر الويد، فاخر الويد 5-1 طريقه الدفاع المكارم المهدية باش يكبروا الاروقه. لاحظوا سامحني، لاحظوا دخول اللاعب الاشول محمد حميده من لاعب نصر طلبة سابقا، ممكن يكون حل في الهجوم، عنده خبرة زادة، لاعب متميز وعنده خبرة. إقصاء دقيقتين للاعب مكارم المهدية في العملية الأخيرة نادر حمزة اللي دخل مكان محمد مليح في الدفاع، خاطر بصراحة المركز هذاك مركز حساس في الدفاع، ديما في برشا حركة بذبت عرضة، أنه خاطر هو آخر مدافع السنترال، هو اللي يلزم يوقف ديما وديما يكون يسكر، معناها هذاك علاش تصير عليه برشا مخالفات وتصير برشا إقصاءات. امتلاك الكرة الآن اللي فات محمد أمين مغانم يتحرر من المحاصرة وضيع الكرة، وضيع الكرة وأكيد بعد تقريبا وصلنا لدقيقتين وثلاثين ثانية مريناش هدف في الشوط الثاني، فما ارتباك، فما تسرع، فما مش عارف، يعني زوز فرق متخوفين من النتيجة. هو صار تغيير انه بالنسبه لطريق الدفاع مكارم المهدية من 6-0 ولا 5-1، بالتالي معناها فما بيرتورباسيون صارت الهجوم نادي ساقية الزيت، ومن ناحيه صار مدربين، مدرب كيم منير حسن صار عامل حسابه في كل مقابله، ما عامل حسابه انه محمد امين بن غانم مش تصير محاصر نتاعو، السيناريو الكل حاضر المفروض، اما فما معناها من ناحيه نفسانيه نحس فما اللاعبين مكبلين خايفين بصراحه، خاصه مكارم المهدية خايفين من النتيجه النهائيه المقابل، خاطر بصراحه محدده برشا النتيجه نتاع اليوم. فريق مكارم المهدية كما قلنا الاسبوع الجاي يخرج للفريق الترجي الرياضي التونسي، الاسبوع اللي بعده يخرج فريق ابن خيار، معناها نتيجه اليوم صعب برشا. نتيجه اليوم مهمه برشا، رفع اليد الاعلان على اللاعب السابق تمرير اللاعب الدائر وصد الحارس من 7 امتار، الاقصاء الثاني زاد اللاعب هذا الزواوي حمزه الزواوي، اقصاء الثاني لمدقيقتين لانه اللاعب تجاوز اخذ الكره، وبعد ما تجاوزوا اللاعبوا شوفوا العمليه، بعد ما تجاوزوا بيصير الدفع نتاعه او المسك نتاعه، اي مسك اللاعب وجه لوجه وراه دقيقتين، لاعب وجه لوجه سيب وكاهو خيار الان التسديد جاسر بن حسين، هذا ثالث لاعب يسدد رميه 7 امتار في مكارم المهدية، جاسر بن حسين باش يسدد رميه 7 امتار يسدد وينجح بسهوله، حط كره لاعب شاب جاسر بن حسين تحت رجل الحارس، ممتاز لعب برشا تركيز بعد ما كان فشل وليد بن سالم وايضا محمد مليح، زوز فشلوا في تنفيذ في تسجيل رميه 7 امتار، يدخل اللعب بديل ويتمكن من تسجيل هدف مره اخرى، التعادل بعد فارق هدفين فريق ساقية الزيت، نرجو تعادل، فريق ساقية الزيت الى حد الان ما سجلش حتى هدف، محمد لو تسديد بن غانم يسجل ينجح عملية لنا الفريق في أسبقية عددية، تفوق عددي، عمل اللازم باش خرج محمد أمين بغانم مرة أخرى، سوء تقدير من دفاع مكارم المهدية وحساب غلط باش خليه ديما 2-1 ولي فما تفوق عددي في الجهة اليمنى لهجوم نادي ساقية الزيت قدام دفاع مكارم المهدية، مرة أخرى لهنا التركيز معناه غائب نسبيا على دفاع مكارم المهدية، التقطعات محاولة تزيد من بعيد والحارس قاعد ياخذ حارس سبق الكرة، سبق الكرة، شوفوا العملية تنعودوها العملية بالصورة البطيئة كيفاش الحارس قبل ما يسدد ناصر البحرية مشى للقائمة الثانية، مشى يجري للقائمة الثانية، يمكن الزاوية الأخرى تعطينا الصورة أوضح بالنسبة للعملية هذيا، عملية التفطن والتصدي نتاع الحارس، الاستباق سبق وهذه من التكنيك معناها من التقنيات نتاع حراسة المرمى، الكرة ترجع لفين؟ تسمى تكتيك اندفيدويال نتاع الحارس، تكتيك الفردي للحارس يختار وين يمشي مع اللاعبين حسب الفيزيوناج حسب القدرات اللاعب المنافس، هذا محمد مديمغ يسدد وينجح، محمد مديمغ ممتاز
يسجل ودقيقة دقيقتين لاعب هذا خيار من ورقات لعبوا منير حسن وقت اللي تم محاصرة بكري يقتلنا معناها حضر في روحه أكيد دخل لاعب يلعب على سقيم محمد مديمغ كرة الأولى ما نجحتوش كرة ثانية نجحت إقصاء لمدققين مجددا لنفس اللاعب شوفوا عملية الدفع اللاعب في عملية الارتقاء وقت اللي كان أونسبونسيون دزوا وبالتالي فما إقصاء دقيقتين وهذوما راهم القوانين تنقحت في كرة اليد راهو الخطوة كانت قبل فما نوع من الخشونة في كرة اليد توا أقل حاجة فيها العقوبة خاصة وقت اللي اللاعب وقت اللي موش معناها سقي على الأرض وقت اللي خطير فما اختر على ظهره فما كل شيء رمي سبع امتار مجددا ودقيقتين الروح شوف خميس الملاحظ بالنسبه لمباراه اليوم تركيز كامل على لاعبي الدائره من الجانب هذا هو الحل اذا كان انت ما عندكش الحل ما لقيتش الحل عن طريق الاظهر نتاعك وعن طريق التصويب من البعيد اكيد فما الدفاع قاعد يتقدم لك لكن المفارقه خميس انك تلعب في 0-6 ماكش في 5-1 ومع هذا انه 0-6 الا ماشي تريبيان ابليكي ماهيش معناها متبقى كما يلزم لانه يعني المفروض 0-6 الكره ما تصيرش اللاعب الدائره صحيح هي 0-6 لكن حركيه قاعدين يخرجوا للسبعه والثمانيه ميد واذا مش تخلي مساحات في ظهرك هذه هي اللي مش تخلي امكانيه التمرير للاعب الدائره مجددا جاسر بن حسين ينجح في تسجيل هدف 13 زوز رميات 7 امتار على التوالي بعد دخول سليم البريني في حراسه مرمى فريق نادي سقيت الزيت هل سيتراجع فريق مكرم هدية للخلف وقت اللي معناها فما نقص عددي بالفعل يرجع للخلف فريق مكرم هدية معاش يخرج اللاعب اللي وفريق نادي سقيت الزيت يلعب بدون حراس مرمى امتي جول باش يحاول انه يلقى الحلول من ناحية الهجومية مرة اخرى محمد مديمغ مفرد لاعب الدائرة ونجح كبير برشا واخطاء في التغطية فما تركيز كبير برشا شوف محمد مديمخ ياخذ وقته يطلع شوف اللاعب 20 ونمشي معناها وليد بن سالم كان بعيد برشا بالتالي كما قلت الاخطاء محمد كبيره محمد مديمخ خاطر معناها ظهر للمدافع انه هو مش يشوت مش يصوب الكره 100% ماشي باش يشوت في اخر لحظه لكن بدل المفروض انه اللاعب اللي قريب هو ياخذ اللاعب الدائره بالضبط لانه الخطر جاي من لاعب الدائره لانه ديما اللاعب المقابل المرمى هو الاخطر تخلي للجناح صحيح. يمكن فما تخلي الحلول للحارس باش يتصدى اللي قاعد يعمل فيه نادي سقيت الزيت توا لانه ايضا مكرم هدي يلعب مرة اللاعب الدائره نجاح كبير برشا لفارس الغول لاعب الدائره اختيارات فنيه الى حد الان اللاعب الفريقين مرتكز على تجريد الكره وبعدين شوف خمير الكره اللاعب الدائره لاعب الدائره هو اللي فارس الغول عم يعمل فرق علاش لانه كان في المحاصره نتاعو في وقت ما حسام العياتي حمزه الزواوي الكل جسمانيه تقريبا متقاربه مره اخرى محمد لكن ديما يقولوا جمل معاكس مرمى شاغر ويتسجل هدف يتسجل الهدف اول تعادل عوده للتعادل في الشوط الثاني 15-15 ومجددا الخيار نتاع المرمى شاغر رغم اكتمال معناه العدد بالنسبه لنادي ساقيت الزيت لا رجع الحارس رجع تو الحارس تو الحارس رجع للمرمى محمد علي بن منصور كره ترجع لفيت نادي ساقيت الزيت محمد مديمغ محمد عمار محمد مديمغ باش يمشي محمد امين بن غانم يحاول يتعدى يتسدد في القائمه الثانيه ممتاز موجود اذا قيل مساحات محمد امين بن غانم ينجح فما زاد شوف فما سذاجة نتاع لاعبيه مكرم هدية من ناحيه دفاعيه لانه اللاعب شوف مشى وحده شوف محمد مليح وين يلعب يلعب بعيد برشا خايف دقيقتين هو ولو انه الكونتر انت كي باش تمشي راهو ماهيش كره سله هي في كل الحالات راهو معناها تنجم تمشي تعمل كونتر تنجم تمشي تشرجي لكن الحكام اليوم لاحظنا انهم متشددين برشا يزفروا برشا بالضبط اقل معناها كونتاكت يزفر لك معناها وزفر معها دقيقتين ثنائي التحكيم بلال بونا وائل الزاير في لقاء اليوم في قمه مباريات الجوله كما قلنا 16-15 تقدم نادي ساقيت الزيت امام مكرم هدية والكرة اللي فات حسان فرج لعب الكرة مع الجناح مجددا حسان فرج باش يحاول يمشي بالكرة فما تدخل والتسديد حكم يعطي الأسبقية لكن يرجع فما مشي بالكرة في البداية للمهاجم إقصاء دقيقتين لكن باش يرجع للتسعة دقيقتين محمد عمار إقصاء لمدة دقيقتين ولهنا أنا متأكد أنه فما باش يكونوا فما إقصاءات نهائية عن الميدان شوف التدخل أغلبية اللاعبين عندهم مرتين دقيقتين منهم محمد عمار ثاني إقصاء لمدة دقيقتين لكن يرجع الحكم لتسعة امتار لانه فما مشي بالكره من المهاجم شوفوا تفوق عددي المكارم المهدية كيفاش باش يتصرف اختيار غلط تقريبا
هاي ان شاء الله بيه ان شاء الله بيه اللاعب مكرم المهديه تقريبا مكرم المهديه تكررت العمليه اربع او خمسه مرات كل ما يكون عنده توقع عددي يحاول لاعب المنسق اللاعب يحاول ياخذه على عاتقه ويسدد مرات سامته قدام الدفاع قدام الدفاع قاعد انا نشوف لاعبيه مكان المهديه قاعدين يسهلوا في المباراه نادي سقيط الزيت وهذه الاشياء اللي يمكن يرتحلها دفاع نادي سقيط الزيت هذه تدخل في تكوين اللاعب صراحه يعني في كل وين نشوف فريق ما شاء الله على ممتاز عمليه الدوران هذا خميس شو معناه بيفو هذا شنو معناه بيفو عمليه الدوران تو فيصل يعاود يعطينا العمليه شوف عمليه الدوران خليه وراه زاد استلام الكره بيد واحده اي لمس من فخر الرويد كان ياخذ دقيقتين اي معنى عمليه مسك ممتاز فارس الغول فارس الغول اللي هو عامل الفارق اللي اليوم في احنا نقولوا منسق اللعب ديما هو معنى مدرب لكن اليوم فارس الغول بصراحه كان مهدي لاعب الدايره هو اللي قاعد واخذ على عاتقه يسدد مديمغ محمد ممتاز تحذير زاد محمد امين بن غانم زاد حذر كما يلزم شوف المدرب وقت اللي يكون عنده حلول معناها تسهله بالضبط يلزم معناها محضر تقريبا السيناريو الكل محضر لي بلون نتاعو باش يكون بيحصر لك يلعب لاعب شوط اول لاعب شوط ثاني الان محمد مديمك وحل الحلول به الفريق المنافس والدفاع الفريق المنافس خلى شوط الاول الكل اللاعب الشاب مره اخرى فارس الغول مره اخرى فارس الغول شوط اول كامل طه السماوي يلعب بالضبط هذا هو ووب ومعاش بدايه شوط ثاني ينزل لاعب ثاني الدفاع ماهوش متحضر له كرة الجناح زاوية تقريبا مغلقة وتصدى الحارس الحارس يتصدى الحارس محمد علي بن منصور ممتاز في التصدي الأخير هذا الحارس في الأصل هو حارس فريق الترجي الرياضي التونسي من الشبان لكن لعب في عدة فرق وكان في المنتخبات الوطنية في الشبان السنة جي للفريق سقيط زيت ويظهر لي معناها في مهمة تعويض حراس كبار كيما السوسي والغضاب مهمة اللي نجح فيها حتى لتو على الاقل في المباراة هذه ممتاز محمد علي بن منصور تصديات رميت سبعة امتار تصديت من الجناح تصديت من بعيد حتى في الواحد ضد واحد تمكن من التصدي بكري شوية الكرة اللي فات نادي سقيط الزيت محاولة المرور تضيع الكرة ترجع محمد امين بن غانم مازالت الكرة اللي فات نادي سقيط الزيت طلب الاعلان على اللعب السلبي محمد امين بن غانم ممتاز اللعب الدائرة ورميت سبعة امتار في العملية الأخيرة تسعة امتار خلينا نتبع العملية في التمريره ممتازه حسام العيادي حب ياخذ الكره شوفوا لهنا اذا ما فماش رميه سبعه امتار لانه اللاعب ما كانش في اللاعب مدافع ما يدخلش الخط مره اخرى اللاعب مجددا ممتاز التصدي سالم برمادي واقصى لمده دقيقتين اقصى لمده دقيقتين علي صوله يقصى لمده نشوفها هذه خاطر اللاعب صوب صراحه كان مرتاح بكل راحه شوف فما دفع فما دفعه صغيره فما دفع البوسيه اللي صارت فما دفع حكام كما قلت انت معناها تقريبا يزفروا معناها بالضبط اقل اي 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 مسكه اي مخالفه تزفر لكن المفارقه خميس انه العمل الجزائر رمي سبعه امتار رمي سبعه امتار نعرفش لا الكره ترجع اللي فات نادي مكرم مهدي معناها عطاو الاسبقيه للحارس انه تصدى الكره لكنه عمليه الدفع اللي كانت فما خطوره اقصى لي مدقيقتين للنسوال بصراحه اذا كان ريت فما دفع اذا كان انت كحكم ريت فما دفع معناها يستاهل يستحق دقيقتين اذا ضربه جزاء ما هذا ما حكام شافوا لانه داخله في اللعبه مش بعيده عن اللعبه من العمليه بالضبط رجع محمد مليح في الهجوم يشارك في الهجوم لانه وصلنا ل 12 دقيقه لعب في الشوط الثاني وكرة اللي فات مكرم هدية محمد يعني مليح يعني يلعب الكل في كل طبعا إذا حتى إذا كان يعني يخذي الإقصاء بتاعك هو السؤال المهم لهنا التسديد وفي القائم الأول ممتاز كل شيء حاضر كل شيء حاضر وليد بن سالم اللي سجل هدف في القائم الأول حضر له كما يلزم المنسق اللعب وكرة قوية في القائم الأول تمكن من تسجيل هدف التعادل 17 في المباراة يرجع التعادل مجدد مرة أخرى تعادل وهذا لقلناه المقابلة مش تكون معناها حماسية ومتقاربة في المستوى والنتيجة النهائية مش نشوفها معناها في المونيتايم في الخمس دقائق الأخرى محمد أمين بن غانم نفس الخطة يطلع أمين بن غانم وجه لوجه المفارقة أنه بالنسبة للمباراة هذه كل مرة فريق نادي سقيط الزيت
هو اللي ياخذ بزمام الامور بالضبط. مكارم هدية تحاول تقرب يرجع سقيط زيت وهذه كل الحلول يلاحق في النتيجه فريق مكارم هدية. وحتى التو عندنا 11 اقصاء لمده دقيقتين خميس. أيوه. منهم 5 اقصاءات مكارم هدية و6 لنادي سقيط الزيت. قلنا الحكام قاعدين بصراحه يزفروا في كل شيء، يزفروا في كل تدخل معناها مره اخرى اقصاء لمده دقيقتين، يقولوا تدخل في مستوى الوجه، نعرف تدخل في مستوى الوجه ورقه حمراء، اي هو الاشاره نتاع الحكم مفروض ورقه حمراء بالضبط، اذا كان تدخل في مستوى الوجه ورقه حمراء. ما نعرفش لا هو العمليه قدامكم ولكم الحكم اكيد بعد تدخل طه سماوي الاخير. المشكله انه حكم الحكم المرمى هو اللي زفرها رغم انه مش قاعد يشوف بعيد، معناها هو اللي زفرها. نحس نلاحظ ملاحظه انه فما مبالغه كبيره من الاقصائيين من الجانبين، معناها مش فماش تحامل على فريق من الجانبين، فما معناها مبالغه في محاوله فالتسديد مره اخرى ليه بالحق، واقصاء ثبتوا العمليه باش يتشاوروا في تحكيم اقصاء لمده دقيقتين. محمد علي البحري مهم وقت اللي يتشاوروا، مهم وقت اللي يتشاوروا باش يرجعوا العمليه. محمد علي البحري قام بالخطا واضح، خطا موجود ويستحق الدقيقتين نتاعو، في هذه يستحق الدقيقتين لانه زاويه الرؤيه تختلف على الحكام. أيه. وعلى زوج حكام في كره اليد لانه كل واحد عنده الزاويه نتاعو بالضبط، نجم صاحبه شافه خير منه. رميه 7 امتار ومجددا جاسر بن حسين نجح في رزوز رميه 7 امتار، اما محمد علي منصور مرضيه ما يتغيرش حارس المرمى، ينجح ثلاث تسديدات رميه 7 امتار، واحده على في اسفل المرمى على اليسار، واحده في اسفل المرمى على اليمين، واحده في ينوى التنويع ثلاث مرات في كل مره ينوى على التسديد. جاسر بن حسين تعرف لاعب يبدا عنده كاركتير شخصيه، قلت له في لاعب شاب كيما هكا يغير لك ينوى عليك، قلنا لاعب اواسط محمد مديمه المدرب القيل حل فيه في ضربات الجزاء بعد ما في مقابله هامه، كره من الجناح وينجح ينجح، قلت سذاجه كبيره برشا في دفاع مكرم هدية، لعب واحد ضد واحد في الاكسترن وطلع وجه لوجه. فاخر الوادي تمكن من التسجيل 19-18، مكرم هدية يلقى في صعوبه كبيره برشا بسجل اهداف في الحين سقيط زيد، معناها في سعي يلقى الحلول تسديد وينجح. الفريق ناقص اربعه، فريق بربا لاعبين 8 اقصاءات لمده دقيقتين لنادي سقيط زيت، معناها قد يلعب 16 دقيقة منقوص لنادي سقيط زيت. موجود. ومع هذا قاعد يسجل في الهجوم. بالضبط، يعني الهجمة الأخرى بأربع لاعبين وفي آخر الوقت طلع وجه لوجه، معناها لعب واحد ضد واحد خارجي بالإكسترن وطلع وجه لوجه وسجل الهدف. يطلع الدفاع مكرم هدية في حدود تقريبا 12 متر. أي خاطر الفريق يلعب بأربع لاعبين، فريق 5 لاعبين، فما محاصرة محمد أمين بن غانم. كرة لمديمة يفتح الزاوية وينجح مرة أخرى في الإكسترن، رقم تغيير في حراس مرمى مكرم هدية. أيه. فارس الشعري دخل في حراس المرمى ومع هذا ما تبدلتش المعطيات وتمكن فريق سقيط زيت من تسجيل الأهداف. نعاود نقولوا أنه فما سذاجة كبيرة في دفاع مكرم هذا قلت هدية. أنا قاعدة الأهداف وتضيع الكرة، قاعدة تتكرر بنفس الطريقة فريق ناقص أربع لاعبين يلقى في الحلول في الجناح على الخارجي. تحس انه فريق مرتاح حتى كي يضيع ما يقلقوش لو نادي سقيط زيت، تحس فريق مضغوط. هذا الفرق في الخبره، لاعبين مكرم المهديه مضغوطين، فما ضغط كبير عليهم بالزبط. قاعدين يخسروا في الواحد ضد واحد في الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه قاعدين يضيعوا، معناها وقت هما في تفوق عددي المفروض هذا التورنون دو ماتش، المفروض هذيا المنعرج نتاع المقابله مكرم المهديه، فريق يلعب لك باربعه المفروض تو تعمل الفارق. هذا هو، لكن فريق مكرم المهديه ما استغلش الفرصه هذه نتاع استكمل العدد نتاع فريق سقيط زيت، تعديت الوقت انه فريق طونفيبل نتاع سقيط الزيت فترة الفراغ المفروض يستغلها فريق المكارم الى حد الان. ها عزمي حموده يسدد وينجح الحارس ياخذها، ممتاز الحارس كيفاش استبق العمليه، شاف تيرون ابوي واستبق العمليه الهجوم المعاكس لفيت مكارم هديه، تسديد فوق المرمى ترجع 9 امتار بدون الاعلان على العقوبه الاداريه، اقصاء دقيقتين او غيره بالنسبه لنادي سقيط الزيت. ومرة أخرى معناها اللعب الفردي، وليد بن سالم خير اللعب الفردي رغم أنه كان في هجوم معاكس فتفوق عددي، ترجع الامتلاك لفيت مكرم المهدية، حسان فرج باش يلعب مع وليد بن سالم اللي هو أصبح ظهير أيسر في تشكيلة المكارم. وليد بن سالم عنده الكرة باش يمشي في الواحد ضد واحد أحد التقاطعات مع الخضري في اتجاه منسق اللعب، شوف خطأ نتاع لاعب الدايرة، خطأ نتاع اللاعب اللي جاي من الجناح لأنه مش مختص لاعب دايرة، جاي من الجناح عرض هو على زميله
فما احتجاجات من حسين نجيم تاع سقيد زيت على الكرة الأخرى. خضري، جلال الخضري يلعب الكرة مع بن سالم. بن سالم شفت عدى واحد ضد واحد ودفاع ممتاز بالنسبة لنادي سقيت الزيت. الإعلان على اللعب السلبي، رفع اليد، إمكانية الإعلان على اللعب السلبي باش يحسبوا التمريرات الآن هذه الثانية. والتسديد بن سالم ممتاز عملية. خاطر بنبض الكرة قبل، يعني عملت ريبون قبل ما توصل للمرمى. ما كانش صعيبة الكرة، لكن الكرة هذوما راهم فخ. شوف العملية ما كانتش قوية لكن فخ. الريبون تغلط الحارس، يلزم الحارس يعمل أكومبانيمون ليد مع الساق. باش مع الساق ولا كيفاش باش يعرف اللي باش تضرب في الريبون فين المسافة، في أي مسافة باش تضرب الريبون. صحيح. هذاك علاش يلزم الأكومبانيمون، معناها ليد مع الساق باش الكرة تغلط الساق تلقى ليد في الليد تتحرك. إذا عديتهم مع الزوز تتعادل، الزوز بعضهم تتعدل. هو هبط بكله الحارس اللوطا، لكن هي عملت الريبون وطلعت. محمد مديمغ يفتح الزاويه ويسدد، ولا مره اخرى دقيقتين وضربه جزاء. فما خطا في لعب الجناح في دفاع مكرم المهدي، هذا هو اشرنا له من الشوط الاول اللي هو اللي هو منسق اللعب حسن فريش قاعد هو يجبد كجناح. شوفوا شوف 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 قديش الفراغ، فراغ كبير المفروض يعاون صاحبه وخلي الكره توف على الجناح. الصوره واضحه، معناها تكلمنا عليه من الشوط محمد علي البحري، خاطر الاجنحه نتاع فريق سقيت زيت مركات سجلت. حمد علي البحري وينجح في مغالطة الحارس فارس الشعري. صورة مهمة جدا في العملية الأخيرة، أنه المدافع كان أناني في العملية الأخيرة، غطى على زميل، غطى على معناه الفيزافي نتاعه وما غطاش على زميل، معناه المفروض أنه يغطي. واحنا ديما مع حامل الكرة، يلزم حامل الكرة وهو اللي هو الاختر، هو اللي اختار. لازمك تعاون صاحبك اللي قدامه حامل الكرة. قربنا من دقيقة 20، معناه قربنا من الوقت العشر دقائق الأخرى. 21-20 نادي سقيت زيت قاعد يفرض على مكر مهدية في الأسبقية وفي المسق اللي يحب عليه، وقاعد يسجل في أهداف سهلة أقل تعب بالنسبة لسقيت زيت مقارنة مكر مهدية اللي تأخذ في برشا وقت. محمد ملي حاول يمشي بكرة وتدخل الدفاع وتسعى أنت. تسعى أمتار لي فيت مكرم المهدية من فارس الغول وأفضل لاعبي مكر مهدية في مباراة اليوم. دور الكرة ناصر بحرية تخلف، رجع للتركيبة الأساسية مكان محمد بن سالم. ياسين بن سالم فما دقيقتين. صح. صحيح ومش تشاور زاد. وفما إقصاء دقيقتين، يبدو لي إقصاء الثالث لمدة دقيقتين. رقم 11. محمد عمار كما قلنا باش يكون فما إقصائين كما قلنا في وقتها. مقابلة مش تصير فيها إقصائيات أخرين. شوفوا التدخل الأخير بعد ما تجاوزوا اللاعب فما خطأ. فما هو لنا زاد مرة أخرى مع عون صاحبه، ما سكرش الانترن بالباهي مع صاحبه. يغادر نهائيا محمد عمار من الحلول. مرة أخرى مش شوفوا مكارم مهدية في تفوق عددي، مش شوفوا خاطر خسر برشا وضعيات بتاع تفوق عددي فريق مكارم مهدية. انا التساؤل علاش في 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 وضعيه كي من هكا تسديد وينجح ممتاز. الحل المرضيه جاء فردي من حسين فرج. علاش ما يصيرش الديكالاج القانون تاع كره اليد؟ هذاك هو بديهي، معناها انت عندك تفوق عددي بجديات كره اليد ما طبقها. فما تفوق عددي تلعب التسلسل نتاعك حتى يجي الهدف. شرجع الكره لي فيت نادي سقيت الزيت. التعادل مجددا، نادي سقيت زيت قد برشا يلعب منقوص، معناها كرة ممتاز. محمد امين بن غانم شوف ممتازه الكره، ممتاز اما سلاح ذو حدين كان ينجم ياخذها المدافع. المدافع لو كان زاد تقريبا 2 سنتيمتر في العمل الاخير كان ينجم ياخذها، لكن تعدد الكره صار التفوق العددي بالضبط. وهذا متسلسل. هي عمليه الانترسبسيون دو لابال، معناها سلاح ذو حدين بالضبط. كيما تنجم تاخذ الكره تمشي للمهاجم اختار انه يخرج يا اخي تعديت به الكره، ولا فما تفوق عددي طلع الجناح وجه لوجه مع نقص عددي نادي سقيت الزيت. راه مجددا قاعد تسجل في النقص العددي، ما تجاوزت النقص العددي بالرونفيرسمون. مره اخرى ياسين بن سالم ممتاز، هذا زاد لاعب شاب لاعب اواسط. العمليه الاخيره ياسين بن سالم ممتاز. فما وليد بن سالم وياسين بن سالم باش نفرقوا بيناتهم. لاعب منتخب الاواسط وهي مكان مهدية وفيه لتقاليدها، راه هو كمدرسة كبيرة في تكوين الشبان. أكيد هذه معروفة مدرسة في تكوين اللاعبين الشبان وتزويد المنتخبات الوطنية باللاعبين. والولايد هذا ياسين بن سالم مع مجموعة أخرى يتدربوا مع المنتخب الأواسط عن
تحت إشراف صديقنا طاهر زوالي. 9 أمتار لفايت نادي سقيط الزيت بعد محاولة محمد أمين بن غانم، ما ظهرش برشا في الشوط الثاني لأنه محاصر وعملوا له حسابك. وقت اللي هو الناس كل نعرفوه محمد أمين بن غانم، نعرفوه توا 4-5 سنوات، هو القلب النابض، هو المايسترو، هو العقل المدبر نتاع فريق سقيط زيت. مرة أخرى تحذير ممتاز، حراس مرمى في مكان مهدية في العملية الأخيرة، معناها فما قاعد يسجل فريق سقيط زيت من كل الزوايا، معناها في التزيت عزمي حمودة الكرة الأخيرة، ويرجع التفوق لنادي سقيط الزيت اللي معناها ماسك، معناها مكبش في انتش المباراة بلغة الكرة، قعد محافظ على سباقية هدف. امتلاك الان لمكرم المهدية، منسق اللاعب حسن فرج، جات منه الحلول بكري شوية، سجل اكثر من هدف بن سالم. ياسين بن سالم مع وليد بن سالم اللي يمشي الان يحاول يسدد الدفاع، راهم فما زوز لاعبية وحدهم مسيبين، هذه معناها الرؤية نتاع اللاعب، خبرة ينجم معناها باكثر خبرة يلقى الحلول، وليد عنده شونت فيزيون معناها يتحل كما يلزم وينجم يلقى الحلول. حاولت التسديد والكرة ثم لعب عشوائي بكل صراحة، فما مكرم هدية ساعات الفرديات تدخل، لهنا دور المدربين، دور المدربين باش العملية تكمل كما يلزم، دور المدربين ودور اللاعب على الميدان اللي يريض اصحابه ويركح اصحابه ويفرض عليهم الريتم اللي مش يلعبوا به، لانه لو كان سقيط زيت تاخذ فارق اهداف الان المباراة تولي سهل سقيط الزيت وتصعب على مكرم هدية. نفس الشيء مكرم هدية مطالب انه بالنسبة للجماهير نتاعه مطالب، شوفوا التمريرة ياسين بن سالم وترجع الكرة، فما رفع اليد للاعلان على اللعب السلبي، مكرم هدية مطالب بالتسديد الان قاعد يلقى صعوبة، قاعد يدور الكرة، تمريرة أخرى باش يظفر الحكم، وتسديد وتصدى الحارس، يصد الحارس، صعبوا الكل عملية وصعبوا الهجوم الأخير، صعبوا برشا كرة مهمة برشا في المقابلة، كرة مهمة في 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني، مهمة جدا الكرة هذه بالنسبة لنادي سقيط زيت وبالنسبة لمكرم المهدي، قعدنا فترة طويلة فريق سقيط زيت هدف فارق تعادل، هدف فارق تعادل، طيب إذا ياخذ هدفين تولي صعيبة برشا، احنا في هدف تعادل وقعدنا مدة طويلة باش فريق مكرم ما وصلش حتى مرة خذي الفارق. يتحاول كل من سامي مبروك وماهر كريم باش يلقاو الحلول من ناحية الدفاعية، دفاعية خاصة عبد المديمخ، محمد امين بن غانم عاد فما خطه، فما خطه حاضره، محمد امين بن غانم حاول يحل، فما الاعلان برفع اليد للتنبيه، الاعلان على السلبي، هذه التمريره الثانيه ياخذ على عاتقه، هذه التمريره الثانيه بن غانم يحاول يلعب الكعب الدائره بالفعل ويسجل، سجل ذكاء كبير برشا في التعامل مع الكره الاخيره، تجربه كبيره برشا بن غانم، شوف التمرير تفوق الاسبقيه، خبره كبيره برشا، حسام العيادي قدام وليد بن سالم، وبالتالي نادي سقيط زيت ياخذ الفارق صالحه قبل تقريبا 6 دقائق او 6 دقائق وشوي بالضبط على نهايه المباراه، الوقت المستقطع هذا يظل مهم جدا، مهم جدا جدا، الفريق مكرم مهدية خاصه يلزمهم الكره هذه معناها يخدمها مليح ويسجلوا هدف باش على الاقل تقعد فارق هدف في الخمس دقائق الاخرى، فارق هدف مش برشا، مازال المقابله مفتوحه، مازال ينجموا يرجعوا، أما إذا كان لا قدر الله ما تسجلتش بصراحة تصعب المهمة، احنا لنا نتفرجوا ونحللوا بقطع النظر على شكون باش يفوز، نعطيه في سيناريو، لا هو خميس خاصة انه مكرم هدية حتى هو عنده تفوق عددي ما نجمش يسجل، بالضبط يعني هذا الإشكالية انه مكرم هدية ما ظهرش، يمكن وهذا اللي قاعدين نستنتجوا فيه، الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه سيلون معناه اللي قاعدين نشوفوا فيه في فريق مكرم هدية حتى في تفوق عددي بصراحة، فما تسرع من بعض اللاعبين معناه وسقيت الزيت من ناحية أخرى، وقت اللي يقبل هدف قاعد يسجل فيه هدف، قاعد يسجل حتى كي يقبل قاعد يسجل، ديما فما اللاعبين الكل يشاركوا في الهجمة وفما خطة، ومحمد أمين بن غانم ماسك بزمام الأمور معناها في الهجوم المركز خاصة. الامتلاك مجددا لمكرم مهدية في كرة مهمة قد تكون منعرج المباراة، الكرة هذه لمكرم مهدية باش يرجع في إلا واحد قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء، دور الكرة ياسين بن سالم يحاول يتعدى، فما الدفاع فقد التوازن نتاعه، ياسين بن سالم لاعب منتخب الوطن التونسي للأوسط ابن مكرم مهدية، وليد بن سالم على اليسار وياسين بن سالم على اليمين، والدخول والتسديد والتسديد لغالة الحارس، اختراق كرة سهلة كانت بصراحة، محمد علي بن منصور
شوفوا العمليه، لكن حتى في صوره ما فماش هدف نتصور كان مش يلعب. رمي سبعه امتار، رمي سبعه امتار باش يكون اللي فات المكرم مهدية 24 23. تصور انه منير حسن من النقاط اللي ذكرهم اللاعبيه نتاعو انه يشد الكره في الهجوم، عدم التصرف في الهجوم يخليه مكرم مهدية ويجري ورا الكره، هو يجري باش يقص الكره وبالتالي يعمل الاخطاء. هذا فريق سقيط الزيت الهجمه نتاعو قاعده طول، وكما قلنا كله على خطط تايم اوت. تايم اوت تقبل 25 دقيقه اكيد باش يقعد له ميزان تايم اوت اخر. لهنا حلول تكتيكيه، خبره كبيره منير حسن اكيد الناحيه التكتيكيه بعد التجربه الكبيره. ماهر كريم ومع سامي مبروك اكيد يحاولوا انه مع فريق كمدرب اول كل معناها مهمتهم بصراحه، ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح في مهمتهم. اما بصراحه مهمه صعيبه مع وجود سقيط الزيت، فريق ابن خيار، نسرة بولبة، مع التنقلات الصعيبة للأسبوع الجاي للطارجي والأسبوع اللي بعده ابن خيار، مع حسب الأصداء نسرة بولبة متفوق على ابن خيار في الشوط الأول فارق 5 أهداف. نتصور المجموعة هذه إلى آخر جولة مش باش نعرف وشكون هما الفرق اللي مشي باش يترشحوا البلاي اوف، وشكون هما الفرق اللي مش يقعدوا في البلاي اوت. هذاك علاش مقابله مهمه برشا لفريق مكارم مهدي، اذا يحب يقعد في البلاي اوف يلزمه اليوم ينتصر. كره باش ترجع الامتلاك اللي فات نادي سقيط الزيت في قبل 5 دقائق من نهايه المباراه 24 23. قلت سقيط الزيت تعودنا ان يقبل يسجل باش يخلي ديما فما الفارق هذيك ويخلي نقعدوا في السيناريو ديما فارق هدفين فارق هدف. كرة لمحمد بن غانم عمليه الدوران وتسعة امتار، خبره بالعالي متعمد. علي صوله كان في التدخل الاخير في الدفاع، محمد امين بن غانم يتعدى يتجاوز. شوف العمليه يتجاوز فما الاخطر فما العمليه الاخيره، تجاوز اللاعب ووصل اللاعب الدائره، مازالت كره والتدخل وتسعة امتار مجددا ورفع اليد للاعلان على اللعب السلبي من ثنائي التحكيم. لهنا اني نتكلم باش يكملها محمد امين بن غانم مع الدايره. شوفوا الخيار نتاع محمد امين بن غانم في الواحد ضد واحد، تسديد وخارج المرمى وترجع كره لفيت النادي مكارم المهدية. ترجع الكره لمكارم المهدية 24 23، رجع من فارق اهداف، رجع الفارق هدف ورجع الامتلاك لصالح مكارم المهدية. رجعنا كيما كنا. وقت اللي الكره الاخيره كان ينجم معناها المهاجم تاع سقيط زيد، لانه بن غانم عمل تفوق العددي، عمل باساج براءه، تعدى بالمدافع، لكن لهنا الاشكاليه في المهاجم اللي كان معاه ما كملش العمليه، وهذا من حسن حظ لاعبي مكرم مهدية. شفنا غضب من محمد امين بن غانم على اللاعب اللي صوب بالكره. دخول في المنطقه، دخول من محمد ملاي. العمليه فنيه هذه تكون مش وقتها لا بصراحه، هو حل من الحلول راهو، اذا ما عملش خط هدف ما فيش كلام. المدافع معناها بصراحه ما كانش ينتظر في العمليه، كان حل من الحلول هذه. والحكم اقرب للشاف معناها بيتين مون للدخول في المنطقه هو اقرب، لانه يعني احنا الصوره ما نجمش نشوفوها، احنا ما ناش متاكدين، اما حل من الحلول راهو، والهدف تسجل بالنسبه لي في التوقيت هذا، معناها كنت انت تعطي الحل الواضح وشوف تخلطشي معناها الحل اللي كيف مره اخرى محمد امين بن غانم التمريره ممتاز جدا عمليه التنويم عنده معناها اللي بالضبط عمل كل شيء اليوم، يعطيه الصحه بصراحه، لاعب متميز. ضربه جزاء ودقيقتين، رمية 7 امتار، ما حبش يعطي دقيقتين خاطر دخلنا في الموني تايم و ما نعرفش علاش الحكم ما عطاش الاسبقيه في العمل الاخير، ما نعرفش علاش ما عطاش الاسبقيه، معناها الهدف ما سجلش برا الكره. ترى بدنا نعاودوها الصوره، انا والله يا ريت كره في المرمى. نشوف العمليه برة يدخل معناها يسدد يسدد الكره خارج المرمى، خارج المرمى. هذا هو، لانه يعني اذا في المرمى تولي تبدل المعطيات. سليم البريني باش يدخل في حراسه المرمى، ياخذ مكان محمد علي بن منصور، ويبدو لي وليد بن سالم او اللاعب اللي جاسر بن حسين. سجل 3 ضربات جزاء، لازم يزيد يركز جاسر بن حسين بالنسبه معناها لاعب صغير في السن بصراحه، ان شاء الله بصراحه نكون في صفه. جاسر بن حسين ويسجل ممتاز، سجلها خاطر بصراحه مهمه برشا، يعطيه الصحه. 4-4 في السن نتاعو، يشوف ضربه جزاء قبل 3 دقائق. انا اللي يهمني التنويع، اللاعب نوع التسديدات نتاعو، ممتاز جدا جاسر بن حسين، مع شخصيه بكل صراحه برافو برافو. دقيقتين، شخصيته قويه خاطر بصراحه لاعب صغير السن، تصور كان يضيعها في الوقت هذا.
فريق منهزم فارق هدفين وضياعها مباراة قد ينهي المباراة معني كان نجم هاي هاي دقيقتين ونصف على نهاية المباراة. محمد أمين بالغانم رجع محمد أمين بالغانم رجع يلعب ليبر يعني حر ماهوش محاصر. الكرة الأخيرة والحلول كل عنده هو راهو رفع اليد للإعلان عن اللاعب السلبي تقريبا خذوا 20 ثانية فريق نادي سقيط بن غانم يسدد وينجح صراحة سيب له شوية عمل كل شيء عمل يعني كل شيء لاعب ممتاز غريبة غريبة يعني لاعب قاعد يلعب ضد فريق مكرم مهدية طبعا. هو تعرف اليوم لو كان بن غانم ياخذ المباراة هذيا ويحط على سي دي معناها ويخرج اللقطات نتاعو معناها مستوى عالي جدا. هو ماهوش ناقص صراحة الفرق الكل عندي يعني الأصداء فما فريق العين الإماراتي فما فريق الجزيرة الإماراتي بصراحة قاعدين يحبوا عليه حتى المنتخب الوطني نحن كفاءة كما هيك ومستوى كما هيك هذه نقطة استفهام كبيرة نقطة استفهام كبيرة. محمد المنتخب الوطني ماهوش موجود في قائمة المنتخب مرة أخرى يعملوا له محاصرة خاطر في بطولتنا تحب ولا تكره محمد أمين بن غانم بيرز بيرز لاعب رقم واحد لاعب رقم واحد في مركزه لاعب رقم واحد في مركزه قدامكم بن غانم كرة اللي فاتت يعني فرق هدف هذه مهمة برشا مهمة برشا محمد علي البحر ممتاز جدا محمد علي البحر يعني قبل دقيقة فرق هدفين ومعها دقيقتين فريق مكارم صعبة المقابلة على مكارم مهدية إقصاء علي صولة فما الفرديات نتاع نادي سقيط زيت عملت الفارق في الوقت المناسب محمد علي البحري شوف العمليه الاخيره وتمكن ثلاث شد محمد امين بن غانم هو مشي خذي المبادره ومشي لعب بان كونترا ومجددا وتسديد ورمي 9 امتار اللي فات مكرم المهديه قبل دقيقه فارق هدفي. انا شوف بالنسبه لي الخيار نتاع وقت مستقطع توا بالنسبه لي حسب رايي الشخصي خاطئ لانه وقت الفريق المنافس معناها ولا اون بويزمون وقت له تعب وانت باش تسجل تاخذ مستقطع باش يولي يرتاح الفريق المنافس ويحضر لك من ناحيه دفاعيه وتولي يزمك 15 ثانيه 20 ثانيه اخرين باش تسجل بالضبط معناها خميس يظهر لي هذا هي معناها في تاخذ مستقطع ايجابيات وفيها سلبيات سلبيات اكثر من ايجابيات هو عالم شنو في تخطيط وشنو مش يكلم اللاعبين نتاعو في الدقيقه هذه يحب يمركي في اقل وقت ممكن وممكن محضر خطه دفاعيه نتاع اللومو نتاع الرجل اللي في كل الحالات خميس انه باش نجم انت تسجل توا يلزمك على الاقل 3-4 تمريرات معناها بتاخذ 7-8 ثواني وانت معناها عندك في دقيقه يعني في تصور باش يحب يسجل في اقل وقت ممكن 10-15 ثانية الله يرحمه تلعب كره ثانيه معناها تجيب بال وتسدد معناها هذا اذا كان يحب على كل هنا بشوفه يحب يرجع نشوف بالضبط ماهر كريم وسامي مبروك شنو الخيار نتاعهم في الوقت المستقطع هذا تايم اوت وبعد شويه منير باش ياخذ وقت مستقطع ممكن وقت مستقطع يصلح منير احسن اكثر من نشوفوا شفت يا اقل وقت انا بشي اعطيه شوف تو تقريبا عدينا 8 ثواني تو من اخذوا الوقت المستقطع 11 12 ثانيه وما صار شيء فكر المدي يلزم يشوط ياسين يحاول يتعدى وفما 9 امتار مره اخرى 17 20 ثانيه وما فما شيء بالنسبه لمكرم المدي بالنسبه لسقيط الزيت لازمها تتشاف وليد بن سالم يسدد وتسع امتار مجددا اللي فات خسروا 30 فين اي معناها صعبت برشا الامور صعبت برشا شوف حتى التمريره فما شوف التكتل نتاع دفاع على سقيط الزيت معناها على بورتور دو لابال ما عادش فما اجنحه في مكان مدية كلهم دخلوا في وسط بارتي اي لا المباراه تقريبا انتهت تسديد قبل 10 ثواني شيخ تايم اوت شيخ تايم اوت منير احسن شيخ ثلاثة ثواني وشيخ تايم اوت شيخ ربح ثلاثة اربع ثواني وياخ تايم اوت معناها المباراة فماش حتى حل حتى حل نهاية المباراة في قاعة المهدية فوز نادي سقيط زيت على مكر مهدية 27 مقابل 26 الثواني اللي تخسروا في الوقت المستقطع كان نحسبوهم 10-12 ثانية كان النجم تتخسر الكرة معناها هي خيارات تكتيكية بالنسبة للمدربين فما تجربة فما فيكيو نتاع مدرب وقداش درب وقداش عنده وتجاوب اللاعبين بربي ما ننساوهاش يعني المدرب في مخه خيارات وفي مخه أفكار يتبقهم لك ولا بالضبط اللاعبين لكن شكون يعرف هذا هو المدرب اللي يعرف ممكن اختار اختيار واللاعبين ما كانوش معناها منضبطين ما كانوش ما طبقوش كما يلزم هو باش المدرب باش يجاوبنا على الموضوع هذايا يلا تفضل حامر محافظ شكرا لك ذكر اذا نهايه المباراه وتفوق نادي سقيط الزيت الى جانبنا سامي مبروك واحد من مدربي فريق مكارم المهديه مرحبا بك سامي وبيك يا شيخ مرحبا بك يظهر لي اليوم المقابله ساعه حماسيه كانت قويه خاصه في الشوط الثاني نقطه بنقطه وهدف بهدف ولكن في الاخير في الموني تايم تمكن فريق سقيط باش ياخذ عليكم المباراه
والله صحيح، يمكن العامل النفسي نتاع فريق مكارم المهدية يظل ذهنيا ما كناش حاضرين برشا، كانت بريسيون ياسر على الفريق، هبطنا مكبلين ما نجمناش ناخذ الفارق، معناتها في الاوقات اللي شاونا لي زوكازيون فيهم باش ناخذ الفارق. نادي ساقيه الزيت فريق عنده عناصر عندهم خبره كبيره، استحفظوا على الكره في لي مومون ديفيسيل وعرفوا كيفاش يخرجوا بنتيجه المباراه في الاخر. برشا وضعيات نتاع تفوق عددي ما استغليتوهاش في المباراه، بالعكس يعني فريق ساقي كان ديما هو رغم اللي في نقص عددي وكان يسجل في الاهداف. صحيح بالضبط، يمكن هكا هو اللي عمل الديفيرونس، كنا في لي مومون هذيك كنا نجموا ناخذوا سكور كما قلت انت. فريق ساقيه الزيت خرج برشا دقيقتين، حتى احنا المشكل زاد كي خرجنا برشا لمده دقيقتين. فريق ساقيه الزيت يمكن هو اللي عرف يستغل لي مومون هذوك ما اكثر منا. وكو شكرا اذا سامي مبروك مدرب المكان المهدية. طبعا باش ناخذوا كانت القولي زاد امين بن غانم، زاد امين بن غانم باش يكون معنا زاد هو اي في المباشر ورجل المباراة. على كل منير حسن مدرب لا 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 نحكي على بن غانم، اما منير حسن هو مدرب فريق نادي ساقيه الزيت. يعني شاهدنا اليوم مباراة حماسية، مباراة قوية بين الفريقين، والتغلب كان لكم في نهاية المباراة. ويظهر لي فما عامل يعني اجمعوا عليه الناس الكل اليوم هو محمد امين بن غانم اللي كان رجل المباراه، ويظهر لي يعطيكم برشا حلول في اللقاء. شوف هي مباراه فيها رهان ماك تعرف، اليوم بالنسبه لساقيه الزيت في المرتبه الثانيه ضمنت 100% يعني ترشح للبلاي اوف. نعرف المهديه الامبورتونس تاع الماتش هذايا بالنسبه لها هي باش تتعدى البلاي اوف. اكيد باش مباريات ساقيه الزيت ومكارم مهديه حتى المباراه نتاع الذهاب تعداو ديما معناها مشوقين وفيهم كره وفيهم معناها كيما نقولوا فوليوم دي جو باهي برشا. مباراه كيما نقولوا قاعد قريبه في المستوى، اكيد تفاصيل صغيره هي اللي عملت الفارق. يعطيهم الصحه الاولاد نتاع الساقيه اللي لعبوا الاخر مارغري، خرجنا برشا دقيقتين معنا في المباراة هذه خاصة في الشوط الثاني. رغم هذا يعني لقيتوا الحلول، كل مرة تلقاو الحلول رغم النقص العدد. لقينا الحلول، لما لقيت تلقى روحك في الاكس سنترال تقريبا تروا جوار واخذين اثنين في دقيقتين، ماك تعرف نجم تبدل في الهجوم في الديفونس، لازم تلقى ليكيليبر وتلقى ستابيليتي نتاع الجروب. على كل حال مبروك للساقية، مهدية تريبون ايكيب، تقاليد كبيرة، إن شاء الله ربي يوفقهم في قادم الجولات. يظهر لي حتى الفرديات يعني أعطتكم اليوم بن غانم البحري في نهاية المباراة. نورمال، هو كرة اليد شنية هي كرة اليد فيها فرديات واللعب الجماعي. في دي مومون كريتيك فما دي جوار اللي ياخذوا الانيسياتيف يعطيك حلول، اكيد هو فما جوارات بالنسبة للساق وبالنسبة للمهدية. على كل مباراة شوقة، ان شاء الله حظ اوفر بالنسبة للمهدية، وان شاء الله بالنسبة لنا احنا نكملوا في المستوى هذا. شكرا لك اذا سي منير حسن. توا باش ناخذوا راجل مباراة ذكر خذيناه في المباشر بكري بعيطنا له باش ما يدخلش لحجره الملابس. احسن لاعب اليوم محمد امين بن غانم بالطبيعه اليوم تقريبا اعطيت لي اضافه كبيره وقدمت كل شيء في المباراه. والله الحمد لله يا ساق بكل شيء هذايا، والله خدمه معناها نتاع ستاف كامل الحمد لله. معناها لي فيكتوار هذوما اللي قاعدين نعملوا فيهم ماهمش بساهل، قاعدين بريس كل معناها كل جمعه قاعدين نحضروا الادفيرسير مليح في كوتي فيزيوناج كل شيء. نحب نشكر ستاف الاداره مش مقصرين معانا، كل شيء مريق الحمد لله. هذاك علاش جور تلقاه مرتاح معناها سور تيران تلقاه يعطي مريق، فهمت؟ يضري مش في المقابلات الكل يعني، ولا يقراوا لك الف حساب يضري بلعبيه الكل. صحيح والله صحيح، اما الحمد لله عندنا حلول ديما في الماتشات باش معناها نلقاو لي سوليسيون كل شيء. ان شاء الله يا ربي نكملوا كيما كيا والملايين معناها نتوجوا كالعاده كيما كل عام. مع البطوله الوطنيه عندكم تفكير زاد في البطوله العربيه في شهر بدايه شهر مارس؟ بيان سور والله ساقيه الزيت توا استانسنا معناها كل عام بريسك نلعبوا كوب داراب، ان شاء الله نمشي له تزير وكالعاده نلعبوا على التتويجات احنا ديما. ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. شكرا اذا كانت هذه الاستجوابات من بعد المباراه ورجع الخط مباشره. شكرا لك حافظ يعطيك الصحه خميس مشاهده، شكرا لك يعطيك الصحه، نتمنى لك النجاح والتوفيق في مسيرتك التدريبيه. شرفنا برشا بالتحليل الفنيه نتاعك. ان شاء الله متعنا المشاهدين بتدخلاتنا وان شاء الله في مداخله ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله بالتالق لكره اليد التونسيه ان شاء الله. شكرا زملائنا في وحده الانتاج التلفزيوني بصفاقس، فيصل قويعه في الاخراج. نتلاقاو ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه. الى اللقاء.